واحد يهودي راح فرنسا وتعرف على واحده فرنسويه، قضى معاها ليله واداها 50 يورو، تاني يوم قضى برضه ليله واداها 50 يورو، تالت يوم برضه قضى الليله واداها 50 يورو، رابع يوم برضه اداها 50 يورو. الوليه انبسطت منه قوي، قالت له انا حبيتك يهودي وكريم ب 200 يورو كده مره واحده، وعلى فكره ان عمتي ساكنه عندكم في تل ابيب. قال لها ما هي اللي بعت لك ال 200 يورو. اوكي اجد لخا بدي حارت ببقي شاها بعض. لا 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 ما شاء الله يا ناجي باشا، ده انت بتتكلم العبري احسن منهم كمان. يلا استاذن انا بقى. ايه على فين؟ رايح اعمل حوار صحفي دلوقتي مع نتنياهو. اعوذ بالله، الراجل ده ما بينزلش من الزور، الله يكون في عونك. عارف أكتر حاجة عجباني فيك إيه يا ناجي بيه؟ إنك عارف الناس دي كويس قوي ومع ذلك بتعرف تتعامل معاهم. أنا بقالي 20 سنة باجي هنا أعمل حوارات وموضوعات صحفية للجورنال ومع ذلك مش قادر. نفس الخنقة اللي جاتني أول يوم وصلت فيه تل أبيب هي هي اللي جوايا بعد 20 سنة. أنت مش كان في جريدة هنا كانوا عايزينك تكتب فيها وعرضوا عليك مبلغ كبير؟ أيوة، جريدة معاريف. وعملت ايه معاهم؟ رفضت طبعا. رفضت ليه؟ انا ضد التطبيح. ناجي بيه بعد اذن سعادتك. ايه في ايه يا محسن؟ سيادة السفير عايز سعادتك. انا عارف سيادة السفير، هتكلمني عن مرتبات النهارده على اخر النهار كله هيكون قابض، اصل البنك هنا بعيد عنك. الفلوس تخش بمنتهى السهوله، تيجي تطلعها عقد الدنيا وشغلانات واجراءات. انا لولا قاعد على دماغهم كنا قبضنا كل شهرين. اوكي ناجي بيه، اوكي. انا عاوز اعرفك على المستشار الاعلامي الجديد في السفاره، جمال بيه، جمال عبد الناصر. مين سعادتك؟ جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر هنا في تل ابيب؟ يا نهار اسود، وده داخل ازاي؟ طب السادات قلنا معقوله، انما جمال عبد الناصر كمان. اهلا جمال بيه. اهلا بيك يا فندم. يا ترى المدام والاولاد جم معاك؟ لا يا فندم، انا هقعد شويه لوحدي كده لحد ما اخد على الكوا وبعدين ابعت اجيبهم. ناجي بيه همتك معانا، عايزين جمال بيه يسكن جنب السفاره بقدر الامكان. السمسار اللي احنا رايحين له ده اسمه روني بتال، عنده مكتب هنا وبيشتغل مع السفارات، بس شغله مع السفرات كلها كوم وشغله معانا كوم تاني. انت سرحان في ايه؟ فكها جمال بيه، فكها. انت لسه قاعد 4 سنين، هتنكد على نفسك من دلوقتي؟ فاحنا ننكد على ابوه. فكها فكها. مستر ناجي. اهلا روني، ازيك؟ اهلا مستر ناجي. اسمع دي، بقول لك مره واحد يهودي قالوا له لو الدنيا بردت هتعمل ايه؟ قال لهم هقعد جنب الدفايه. قالوا له طب لو بردت اكتر؟ قال لهم هقرب اكتر من الدفايه. قالوا له طب لو بردت اكتر واكتر؟ قال لهم هلزق في الدفايه. قالوا له طب لو نزل تلج؟ قال لهم هشغل الدفايه بقى وامري لله. بص يا روني، مستر جمال يبقى ابن خالتي، عايز له احسن شقه في تل ابيب بس بسعر حنين. ازاي مستر ناجي احسن شقه في تل ابيب ويكون سعره حنين؟ لا لا لا، تيجي ازاي دي يا راجل؟ ده انا جايب لك 30 زبون لغايه دلوقتي، لما اجي اقصدك في خدمه تطلع نادل كده؟ بلاش الشغل بتاعك ده. انت كل واحد تجيبه تقول ده ابن خالتي، ده ابن خالتي. انا اصل خالتي كانت ولاده، كانت بتولد توأم كل 9 اشهر. بقول لك ايه، ما تديله الشقة اللي قدامي. لا 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 لا، دي شقة غالية كتير. هتغلى عليا أنا برضه يا روني؟ ما تصغنيش بقى قدام ابن خالتي. خلاص، أعمل لك خصم 5%، ده عشان خاطرك أنت بس. 5% ده خصم برضه؟ ها؟
انت بتقطع من لحمك الحياة يا راجل انت. بلاش الشقة دي، شوف غيرها. لا احنا هناخد الشقة دي بقى، وحر ونار في جتتك وما هتعقد. اسم جمال بيبي الكامل ايه؟ جمال عبد الناصر. بيتلبشوا لما بيسمعوا اسمه. بدور على الجمبري مش لاقي، اوعى تكون كلته وانت بتشويه. انا ماليش دعوه، انا ما كنتش اعرف هو طلب رز حط فيه الجمبري من غير انا ما اشوفه. لو سمحت هو احراي. لا ما هفهم حضرتك، اصل انا كنت طالب سمكه بوري كبيره، فالسمكه البوري كانت واكله جمبري فلقيت فيها الجمبري ده. الراجل معذور هيعمل ايه يعني؟ هيمنع السمك من اكل الجمبري؟ مش ممكن يعني، وبعدين ده راجل متدين. شو ناوي تساوي بعد ما تخلص مدتك في السفارة؟ ناوي اشتغل في البيزنس، أنا أصلي أحب الفلوس. احنا على في إسرائيل؟ آه إن شاء الله. جميل، وشو ناوي تساوي؟ ناوي أسرق البنك ده. إيه؟ على طول كده جرس إنذار. ده أنا لسه بفكر. لا لا، هذه التجربة بتاعت السيستم. مستر ناجي أنت أوحيت لي فكرة عظيمة. لازم يخترعوا ألارم يضرب بمجرد ما حدا فكر يسرق البنك. تعملوا أبوها بعد كده نقرأ في الجرايد القبض على 5 قاعدين في قهوة متلبسين بالتفكير في سرقة بنك. دول 150 ألف دولار؟ أيوه. أعدهم ولا إيه؟ أنا حمضي على وصف الاستلام. المثل بيقول لا تعد ورا يهودي. دول ناقصين ورقتين. لا لا مستحيل. زي ما بقول لك كده، حطهم على الجهاز. مو معقول مستر ناجي، انت عبقري. ما كلمتونيش ليه قبل ما تيجوا؟ ادينا لك رنه يا نجيبي. رنه؟ أعوذ بالله، مفيش منك فايدة. تعرفوا الراجل ده بيته لما اتحرق ادى مطافي رنة. ردوا عليه قال لهم الحقوني بيتي بيتحرق. رد عليه مدير المطافي قال له أنت فتحت عليا ليه؟ إيه؟ برضه مش هتلعب معانا يا ناجي بيه؟ لا يا ابن عمي، أنا قلبي ضعيف، لو خسرت بولة أروح فيها. يمكن تكسب. لا 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 لا، اكسب مين؟ لا لا لا، انا اتفرج بس، افرح للكسبان وازعل للخسران. ما انت بتاخد على المية عشرة. شوف السمسار بيقول ايه؟ بصص لي في لقمة العيش، ما انت عايش على كده. وانت بتعتق. يا رافي خسرت برضه؟ ها بقالك مده بتخسر. معلش يا جماعه انا اسف، انا واضح ان انا فقدت تركيزي تماما. سوناجي الاقي معاك 5000 شيكل سلف. انت
عارف انا ما اتاخرش عليك يعني يا رافي، بس كده المبلغ اللي عليك جامد، هسدده ازاي؟ ما انا هسدد المسؤوليه جاي، انا فقت وهبتدي اكسب، هسدد. طيب انا هخش اجيب لك الفلوس من جوه، بس اكتب لي شيك. حاضر. ها؟ وخانه التاريخ خليها فاضيه، انا حاملها. اوكي. خانه المبلغ اكتبه 5500. ده باركينج، دي هتبقى فلوس وافة. اوكي بسيولي، اوكي حاضر. أنا بعرف أتكلم عبري كويس، بس علشان دي احتفالية بعيد ثورة يوليو أنا هتكلم عربي، وأعتقد إن كنتوا بتفهموا اللهجة المصرية كويس بالأفلام اللي بتشوفوها والأغاني اللي بتسمعوها. السفارة المصرية بترحب بحضراتكم وبتشكركم على حضوركم، والحقيقة أنا بعتذر لأن أنا قائم بأعمال الملحق الإعلامي وهو مش موجود معانا. أنا ملحق إداري، وأنا يعني الحقيقة مش واخد على الوقفة هنا يعني، ولا بعرف في الخطب الجعلصة دي والكلام الكبير. إنما في حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها، لازم تعرفوها كويس، وأنا مصر على ده. حاجة مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا، ولازم تسمعوني كويس. أنا عمل لكم شوية فول بالقوطة تاكلوا صوابعكم وراها. يعني الأكلات مصرية، الأغنيات مصرية، والليلة ليلة مصرية، وأرجو إن كنتوا تنبسطوا معانا، وشكرا. Don't be worried, sir. Your wife was the best diver here. I don't care if she'd be with the best diver in the world. She's been gone nearly 5 hours now, and she should be back here. She could have phoned me or something like this. Something's not right, you know? Worry, it's definitely not right, you know? ما لقيتهمش برضو؟ خدها وراح فين ابن المجنونة ده؟ هو ما يعرفش دي تبقى مرات مين؟ ده جوزها ممكن يقفل لنا الأوتيل. ده عضو الكونجرس الامريكي ومراته السعوديه يا محسن باشا كمان. الله يخرب بيتك يا ابراهيم، يعني ما لقيتوش الا ده تنزلوها الميه معاه؟ ما هو ما فيش غيره في الاوتيل اللي بيتكلم عبري كويس، وغير كده هي اللي شبطت فيه. وصل بسلامته. بس مش دي الست اللي نزلت معايا محسن باشا؟ التانية كانت لابسة مايو أصفر. I've always been missing. What's been going on, you know?
انت كنت فين يا حيوان كل ده؟ يعني هكون فين يا ريس؟ تحت المية. تحت المية خمس ساعات يا ابراهيم. دي بنت حلال مصفي، ده كتب لها عمر جديد والمصحف. اصلا فيصت مني تحت المية وقعدت اعمل لها تنفس صناعي، الروح ردت فيها في اخر ثانية. كنت بتعملوا ايه ده كله يا ابراهيم؟ كنت بوريها الشعب يا ريس، اصل المدام غاوية قراميط، كل ما تشوف قرموط بيلعب تحت المية تتهبل. الزهر ما عندهمش قراميط في بلدهم يا باشا. البحر الاحمر ما فيهوش قراميط يا ابراهيم. يا راجل امال اللي احنا شفناه ده ايه؟ الست اللي كانت نازله معاك كانت لابسه مايو اصفر وهي نازله الميه. المايو اللي كانت لابساه راح فين يا ابراهيم؟ يا نهار اسود ومنيل يا ريس، ايه التهمه الحقيره دي؟ انا اسرق مايو على اخر الزمن؟ انا مدي ايدي على حاجه مش بتاعتي ليه؟ انت فاهمني كويس يا صايع انت. الست دي غيرت المايو فين وازاي وليه وامتى؟ يا باشا ما الست طالعه قدامك هي لابسه المايو اخر احترام وجوزها استلمها، انت مزعل نفسك ليه؟ ما تكبرش الموضوع. المايو كان لون اصفر يا ابراهيم. كان ازرق يا باشا. لا اصفر. لا كان ازرق. اصفر يا ابراهيم. الله يخرب بيت ده مايو، ما يمكن لونه اتغير تحت الميه، اصل في مايوهات كده لونها بتتغير تحت الميه. يا ابراهيم، يا ابراهيم ما تصحش علينا يا ابراهيم. الست كانت لابسه مايو قطعه واحده، ده قطعتين. مش احسن ما انزل لكم بقطعتين واطلع بقطعه؟ الموضوع ده مش هيعدي على خير يا ابراهيم، ده جوزها عضو الكونجرس الامريكي. يا باشا انت حارق نفسك ليه وقاعد بتغل كده؟ يعني انت هتغير على مرات عضو الكونجرس اكتر من عضو الكونجرس نفسه؟ طب بص الراجل حاضن مراته ازاي؟ الراجل واثق في نفسه وواثق في مراته، ودي الحاجه اللي مش موجوده ما بيننا يا باشا، الثقه. بس هير جيت امسك بيه. تعمل ايه يا ابراهيم؟ هاتي خد يا فوز. ولاية نازلة معاك بمايوها أصفر تطلعها بمايوها أزرق، يعني تيجي إزاي؟ لا جميلة الصوت يا عم، كان أزرق. إزيك ياض يا إبراهيم؟ ناجي باشا هطلع. ولما أنت بتنيل وبتحبها قوي بترمي لها الدبلة في وشها ليه وتسيبها؟ أنت حمار يالا؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده، ما كنتش عايز أربط مستقبلها بواحد فاشل ملوش مستقبل زي حالاتي. ده انت كيف؟ يا ابوها بيشتغل ايه؟ في السلك. بيشتغل ايه في السلك؟ مروض اسود. ايه؟ مروض اسود. مروض اسود، يصعب مره منك يروح لاسعى كرباط يكومك. وهي بتشتغل ايه؟ مروضة اسود. يا نهار اسود، ده انت هتتلسع من كل حته. اسمها ايه؟ نوسة يا باشا. نوسة. البنت دي خطيبتك وهتجوزها في أقل من شهر. بجد؟ يا ريت يا باشا. بس لازم نصلح الأول الهباب اللي أنت حبيبته ده. نصلحه؟ بس إزاي يا باشا؟ ناجي عطا الله عميد سابق في الجيش وملحق في الخارجية سابقا برضه. أهلا يا فندم. أهلا بيك. اتفضل سعادتك. اتفضل سعادتك. اتفضل. إياد مالك واقف زلابة كده ليه؟ اقعد اقعد يا تهام. اقعد ما تكسفش. شوف ابو نوسة، الواد ده بيحب نوسة ونوسة بتحبه، واحنا جايين عشان نحط النقط فوق الحروف. بس يا ناجي بيه الحب مش كفاية. ما انا عارف، ما اصل مش معقول كمان الواد ده يتقدم كده فرداني لبنات الناس من غير ما ارجع لي، ما انا زي ابوه انا اللي مربيه. ما هو اصلا ناجي باشا اخرس خالص. اخرس. ايوه يا بنوسه. شوف يا ناجي بيه، توام لما دخل من الباب وطلب البنت قلنا له اهلا وسهلا وقال انه هيعمل وهيسوي، ولا عمل ولا سوى، وفي الاخر كمان عايز يقعد البنت من شغلها، يعني اللي عايز يرحم ولا يسيب رحمه ربنا تنزل. بتكلمني انا يا بنوسه؟ سيبك منه، ده وضع عبيط اهبل. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. شقته موجوده في عمارات العبور، انا عملت له تنازل عنها، يعني الوقت الشقه باسمه. ربنا ما يحرمني منك. يخلص خالص. ودي الشبكه ابو نوسه. المهر بقى ادونا فرصه شهر، يعني شهر مش اكتر، وهندفع لكم اللي انتوا عايزينه. عدنا العيب. مش مساله فلوس والله يا ناجي بيه. ما انا عارف انا عارف، بس الحاجات دي اصلها لازم تتحط لها حدود
عشان كل واحد يبقى مرتاح. وانا ما اقدرش ارد لك كلمه، كفايه دخلتك علينا وتشريفك لينا. نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. وحضرتك مش ده اسد برضه؟ يا سلطان تعال يا سلطان. تعال يا سلطان. تعال يا سلطان ازاي؟ الله يخرب بيتك يا تهاني. الباب منين؟ مش عارف. الباب منين؟ اهو اهو. طب هو ما قالكش هو عاوزني فيه؟ لا هو ما قالش اي حاجه خالص يا باشمهندس، بس الظاهر عليه رتبه كبيره قوي. ده ماشي وراح راسه. نهار اسود. لكون اخويا كريم مسكوك بزهره وبعتلي حد من امن الدوله؟ لا لا دول مش امن دوله. انت ايش عرفك؟ ايش عرفك؟ اصل هم ما بيروحوش لحد، امن الدوله لما بتعوز حد بيبعته بيجيبوه لحد عندهم. اه معقول، معقول برضه. ربنا يستر. انا من الصبح على عيني الشمال بترف. المهندس زاهر عبد الحميد الفر. ايوه. وصل يا باشا. ازيك يا زاهر؟ مش ممكن ناجي باشا. والله العظيم ليك وحشه. الشركه نورت، الشركه كلها نورت. رد على الباشا كويس. الباشا بيقول لك ازيك تقول له الله يسلم سعادتك. الباشا ما بيحبش اللوكلو. الجواب على قد السؤال. ماشي 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 ماشي. الواد ده هيتعبنا. اتعامل يا باشا. تتعامل ايه انت بتتلكك؟ ازيك يا زاهر؟ الحمد لله سعاده الباشا، الحمد لله. انا والله قضيت الخدمه العسكريه وخدت شهاده الاعفاء. خلاص يا فندم خدتها زي ما سعادتك عارف. وبعدين يا فندم انا اتبعت لي ثلاث مرات استدعاء، ثلاث مرات رحت، الثلاث مرات ما تخلفتش ولا مره. حتى في مره انا رحت لوحدي بقى المره الرابعه، قلت يمكن يكونوا محتاجيني يعني ولا حاجه. وبعدين ادي شهاده الضرايب حضرتك والشهاده معايا اهيت وبطاقه الرقم القومي وكل حاجه. بياناته كلها مظبوطه يا باشا. اه ده زاهر. انت بتاخد كام يا زاهر؟ 2000 جنيه يا باشا. وادي حضرتك معايا مفردات المرتب بيهم. وال 2000 جنيه دول بتاخدهم صافي؟ لا طبعا يا باشا، يعني حق الدوله انا حكله عليها. انا بدفع 40% ضريبه. لا هما مش عاملين الضرايب 20% على ما اعرف يعني. اهو ده تضارب في الاقوال يا باشا. هتبدا ملاوعه؟ هتبدا ملاوعه؟ هيتعبني يا باشا. انا بدفع 40% عشان ابقى في السيف سايد. وبعدين يعني هو اللي عند الحكومه هيروح؟ دي حصانه. يعني انت بتحوش عند الحكومه؟ كويس قوي. ايوه يا باشا، انا كمان بدفع تامينات وبدفع معونه شتاء وهدفع كمان الضريبه العقاريه اللي هيعملوها على الشقه دي. ابويا كان جايب لنا شقه في الستينات ب 6 جنيه ونص، هم قدروها ب 3 مليون. كويس كويس قوي. يعني انت مرتبك بيصرف على كام دلوقتي؟ 460 جنيه يا باشا. 460 جنيه لمهندس عبقري بتاع كمبيوتر زيك؟ ده انت ما شاء الله بتخش على النت بتجيب رقم الكريدت كارد بتاع اي راجل غني تشتري اللي انت عايزه. وتم خارج ولا من شاف ولا من دري. مش كده يا زاهر؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك والنبي يا باشا. انا بطلت الحكايه دي خالص من زمان لما سمعت انها حرام. طب اسمع يا زاهر، انا عاوزك. انا تحت امرك يا باشا. انا عاوزك في الشغل. انا جاي لك عشان تشتغل معانا. يا باشا انا ده شرف ليا، بس الحقيقه انا هنا لسه بعقد وما اتثبتش. فحضرتك بس لو تصبر عليا شويه. ده بقى اللوك لوك اللي انا ما احبوش. هو حضرتك هتفتح شركة كمبيوتر يا فندم؟ أنا هفتح بس مش شركة كمبيوتر. أمال شركة إيه؟ مالكش دعوة، أنت ما تسألش. يا ولاد مش أنتوا بتشتغلوا معايا؟ أيوة يا باشا. عمركم سألتوا على الشغل؟ ولا نقدر نسأل سيادتك، دي أسرار عسكرية. يا باشا لو حضرتك قلت لي ارمي نفسك في البحر يا إبراهيم هرمي نفسي على طول. يا أخويا ما أنت ما هتصدق، ما أنت غاوي سمك بياض وقراميط. باشا أرد عليه؟ اخرس خالص. حاضر. يلا تعال معانا يا زاهر. احنا الظاهر مش هنعرف نتكلم هنا. هنروح ناكل لقمه في حته نعرف نتكلم فيها براحتنا. ها؟ ربنا يعز مقدارك يا باشا، يجعله عامر.
انت واقف بتتلح كده ليه؟ يلا هاتوا. معرفش يا باشا، فجأة ترابيزتين نزلوا في بعض ضرب وصريخ وطاخ وتيخ، والأجانب بقى يجروا ويصوتوا. كان في ثلاث شباب مقدمين كده، منهم واحد طويل وبعضل كده، تعرفش راحوا فين؟ هم تبعك؟ لا 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 ولا أعرفهم، أنا بس بسأل يعني. وجه البوليس خدهم وداهم الاسم. اسم إيه؟ اسم الهرم. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجية. في إيه تاني يا ناجي بيه؟ اتفضل. هما الولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ دول عيال صيع وهيترموا في الحجز عشان يتعرضوا على النيابه الصبح. دول شباب متحمس، دول اطفال. اطفال دول اللي بيحصل ده ان دل على شيء انما يدل على مناخ الحريه والديمقراطيه اللي بتعيشها الامه في ازهى عصورها، وعلى احتواء الشرطه للجيل الجديد بصوره حانيه وديعه زي الام بالظبط ما بتحط ولادها تحت جناحاتها. يلا يا مرتاح! كان عدي الجليل يا حاجة جاية! الهرم من هذا خلافه يا حرم خربة! مالك يا! يا اتكل على الله! يا حرام يا لهوي يا لهوي! الراجل هيذبح الواد! اجري يا واد يا مجدي! اسمع كلام امك يا! بعد ما نقرش اسمي على قفا امك! يلا يا! هو ده يا باشا؟ هو ده مش يسرق بنك، ده هيقلبنا احنا. يا عبد الجليل ايه ده؟ الباشا الكبير واصل يا ليه؟ الباشا الكبير واصل. افرحي يا حاره وزغرتي يا مطوه. اهدنا يا اهلا يا باشا. افرحي يا مطوه وزغرتي يا منطقه. ايه ده؟ الباشا ناجي هطلع عندنا. يا اهلا يا اهلا يا ده حاجة صفيح ساعة للباشا يا ورا. ازيك يا عبد الجليل؟ الحمد لله يا باشا، مسطورة ولا ينقصنا إلا وياك. وديك شفتنا. يبقى أنا مش عايز حاجة تاني من الدنيا يا باشا. شكلك كده لسه عايز حاجات كتير. أنا عايز أقعد معاك أتكلم في كلمتين يا عبد الجليل. تحت أمرك يا كبير، بس بقول لك إيه؟ بدل ما نقعد نتكلم في حتة المخربقة دي، تعالى أقعد عندي في البيت لحد يسمعنا ولا يقاطعنا. مين دول يا كبير؟ حكومة؟ لا دول مطافي. يا اهلا يا اهلا بضيوف الباشا. اتفضل يا كبير. يا دي النور يا دي النور. اتفضل يا باشا. ودي يا ابن بشكرته يا هو يا حاره. يا اهلا يا باشا. لا سحري ولا خربا الباشا جه المنطقه. لا سحري ولا خربا الباشا جه المنطقه. يا اهلا يا كبير اتفضل. هو ده بيتكو عبد الجليل؟ اه يا باشا. البيت ده متين؟ ده حتة حديدة يا باشا، ده مادن جذوره في الأرض يجي من 300 سنة، وبعدين ده الزلزال يحوق فيه ولو حتى جبل وقع عليه. بس أنا شايفه مايل شوية. لا يا باشا لا مؤاخذة، ده هي دي الهنجسة بتاعته، يعني هو كده لا مؤاخذة قايم على عدله. على عدله اه، أمال إيه الخشبتين دول؟ دول اللي ساندينه يا باشا. اتفضلوا! اتفضل يا باشا! اتفضل يا كبير! اتفضلوا يا رجالة! اتفضل يا كبير! اتفضل البيت نور يا كبير! يا دي النور يا دي النور! البيت نور والله! اتفضل! يا أمه! الكبير جالنا يا أمه! اتفضل يا كبير يا دي النور يا دي النور! اتفضل يا باشا! يا دي النور يا دي النور! والله انت عايز زفة! يا دي النور يا باشا يا دي النور! البيت بيروح! البيت بيروح! لا لا لا! اوعى! مهندس البيت قصير ومتين ده يا باشا! الشاب ماله كسكان في نفسه كده ليه؟ يا عيال خايبة يا راجل! عيال خايبة!
في حد يخاف من بيت بيقع برضه؟ الله معقول؟ ها؟ لا طبعا. يلا بينا بقى. اتفضل يا حاج. يلا. اتفضل يا باشا اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل يا كبير، نورت الدواب حالها، يا اهلا يا اهلا اتفضل. اتفضل فين؟ اتفضل في البيت يا باشا، البيت بيتك، معلش يعني هو شويه مش قد المقام يعني. يا راجل ما تقولش كده عيب، هو ده بيت اصلا؟ اتفضل يا كبير وحسن يا كبير، اتفضل 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 يا كبير. ازيك يا ابو حديد؟ يا باشا يا والله الوحيد اللي كان بيناديني فيها. عارفين يا رجاله احلى ايام حياتي، والله العظيم احلى ايام حياتي قضيتها مع الكبير. فاكر سعادتك ايام السجن الانفرادي يا باشا؟ يا باشا منور والله. رومانسي قوي يا عبد الجليل. عبد الجليل يا شباب كان في السجن الانفرادي دايما وكان بيهرب منه. ازاي بقى؟ كان بينشر الحديد بتاع شباك الزنزانه ويهرب منه محاولة هروب 16 مرة، عشان كده مسميينه ابو حديد. ما شاء الله دي حاجة حلوة قوي. أنت لازم يا ابني تتحط في موسوعة جينيس. إيه غينيس دي يا باشا؟ جينيس. بيقول ياد غينيس. ياد بقول جينيس. يا لك خلاص صلى على النبي، صلى على النبي، خلاص صلى على النبي، صلى على النبي، معلش. ما أنت ما حدش طايقك كده. قول لي كنت بتعملها إزاي دي يا عبد؟ بص يا باشمهندس، الحديد لا مؤاخذة قاسي قاسي. ما ينفعش ايه تشد معاه، ما ينفعش تعند معاه، لازم كده لمؤاخذه ايه تاخده بالحنيه وبالمسايسه كده، ها يدوب معاك حبه حبه. الله، ده بيقول حكم يا باشا. بيقول حكم. ودلوقتي بتشتغل ايه يا عبد الجليل؟ منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات. نعم. منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات ومظاهرات وماتشات وكده. انا كبير مشجعي انفي. مش معنى انفي يا منظم، عشان فلوسه حلوه. هو قفل منك. انا مش طايقه. طب اسمع عبد الجليل، انا عايزك في الشغل. امرني يا كبير. المكان هنا امان؟ امان الامان يا كبير. طيب شوف عبد الجليل. على مهلك يا راجل، صوتك جايب اخر الحاره يا متعه. اهمد يا راجل اهمد. ملعون يا ابو ام الحاره على اللي فيها، اللي مش عاجبه يحط برطوشه فوقه ويتنيل يتساب. امان الامان هنا. ده الناس قاعدين معانا، ما تيجي نروح حته تانيه نعرف نتكلم فيها. لا مؤاخذة يا كبير. فرايقوا ليه يا عم ثابت؟ ما تخلي الراجل القفه ده يقفل الشباك ويقطم خالص. الدنيا حر، هي ناقصاك يا عبد الجليل. حر؟ هو انت شفت حر؟ ده انا هولع فيك بجاز واخليها لك جهنم. هما فاكرينك منظم احتجاجات ولا انت منظم حاجه تانيه؟ لا مؤاخذة بس يا راجل يا اوف، عيب عليك، ما تقفل بدل ما اجي لك يا ده مسعد. استنى بس استنى يا اخ مسعد، براحتك يعني ما فيهاش اي حاجه، بس على مهلك شويه لان البيت قايل للسقوط. تتحمق حمقه من دول نلاقي نفسنا تحت الانقاض في ثانيه. الله عليك يا باشا، ربنا يعلي مراتبك، دايما دايما حاسس بالبشريه والله. يا جماعه مسعد معذور، اصل الحتة البلد دي يا باشا بيبقى لها طعم تاني خالص. ايه ده؟ يلا نروح مطرح. لا صحيح، ايه ده؟ يلا يا ولد روح بلاش غلبه. شوف يا عبد الجليل. هو تأثير مسعد وصل لغايه هنا الظاهر. لا يا باشا، دي أمي ست الحبايب. أمي مين؟ أمي يا باشا. هي أمك هي اللي مع مسعد؟ لا يا باشا، دي الولاية أم ثابت. أمي أنا بقى اللي لا مؤاخذة تحت منك على الكنبة. أمي مين؟ أم عبد الجليل. أنهي كنبة؟ الكنبة اللي حضرتك قاعد عليها. أمي لا مؤاخذة تحت منك. أمك تحت مننا؟ أيوة يا فندم. الكنبة؟ أنا آسف جدا. لا يا باشا وربنا المعبود، ما أنت قايم، ما تقومش يا باشا، خليك قاعد وخد راحتك كده وراح راحتك. الله، دي زي أمك بالظبط. بص يا باشا، أنا هسلتها لا مؤاخذة عشان خاطر تعمل لنا طقم شاي. أما تسلت مين؟ أما خليها مستريحة، ربنا يخليها لك. أمي مرة مكافحة يا باشا، أمي مرة مكافحة وتعبانة وليا أصلية. أنت عارف يا باشا، الناس بتوع التلفزيون دول لو شافوها هيدوها حج وعمرة ورحلة المارينا، هيعملوا حاجات. بس إحنا نوصل بقى لمين بقى هناك في التلفزيون؟ أنت عارف بقى دنيا تانية. أنت عارف يا باشا، لولا الست ديت كنت أنا وإخواتي الأربعة ضعنا، بس هي لما مؤاخذة قعدت علينا ذكر.
ذكر قعدت علينا اه يعني ربتنا وكبرتنا امال ايه لغايه ما بقينا رجاله انا واخواتي الاربعه. واخواتك الاربعه فين دلوقتي؟ في السجن يا باشا. واحد هجام والتاني فتاح خزن والتالت بتاع شقق والرابع مظلوم يا باشا. انا بقوله النبي يا ناجي بنلحق نخش في الموضوع قبل ما البيت يقع. شوف عبد الجليل. ايوه باشا. احنا هنسرق بنك. الله اكبر الله اكبر. يا دعاك اللي جاب ياما يا دعاك اللي جاب ياما يا دي ام اسعد. انا عايز اقول له ان امي دعاها جاب يا باشا. البنك ده في اسرائيل. ان شاء الله يكون في ميدان لبنان. هنروح طالما فلوسه صاحيه يا باشا. ما طالما بص هنشقلطه ونجيبه ونخلصه. امال ايه الفاتحه يا باشا؟ ان ربنا يوفقنا. شاف الناس هي كلمه ورد غطاها مش اسئله وغلبه وقلب الدماغ. امين. بقول لك يا باشا لا مؤاخذه كده انا كنت عايز سلفه تحت الحساب لغايه ما ربنا ويكرمنا يعني ونهبق على البنك ونشطب عليه تماما. بس السلفه دي مهمه قوي. ليه بقى يا باشا؟ عشان انا الولع عشه بتاع القهوه عليها ليه 16 جنيه. فبصراحه منظري كده بقى في الحته مش نضيف شويه يعني. معلش بس كنا بنتقل عليك يعني. وانا بقول الحاجه الساعه ما جاتش ليه. روح يا بقى. يا مجنون يا ابن الغساله. يا مجنون يا ابن الغساله. هو مش الدكتور قال لك امك عندها كشكشه في العظام تقوم تقعد عليا؟ مش كده يا ماما. مش كده رجاله يا ماما. مش كده مش كده. مساء الخير يا حاج. مساء النور يا اخويا. والنبي اخويا الواد عبد الجليل ده طيب. ده عبد الجليل امير وشيلني من على الارض شيء. لو خدتوه هترجعولي قفاه شبريه. وانا ما حلتش غير هو اللي بيشيلني ويوديني ويجيبني. بتحلم ولا حاجه؟ معلش يا باشا معلش. اصل الحكومه دايما هم مش دول ياما. مش دول الحكومه ياما. ده ناجي بيه عطله اللي انا قلت لك عليها. وليا ادعينا بقى كده دعوتين حلوين. يلا ياما ادعي لنا. ها ادعي لنا دعوتين ربنا يوفقنا في المصلحه اللي احنا رايحينها. قرايه وانا هدعي لكم. ادعي لنا ياما. يلا يلا ادعي لنا. الهي ينصركم على مين يعاديكم. امين. الهي وانت جاهي وفقكم وتروحوا وترجعوا بالسلام. امين. الهي يجعل لكم في كل خطوه سلامه. امين. الهي يكسيكم ما يعريكم. امين. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ناجي باشا عطا الله. والله العظيم ثلاثة ومالك عليا يمين. انت ليك وحشة ناجي باشا. وانت عمرك ما غبت عن بالي يا شو حسن. ازاي؟ الحمد لله نشكره ونحمد فضله. صدق بالله ناجي باشا. لا اله الا الله. انت زرتني في المنام مرتين متتاليتين في ليلتين منذ يومين. الله اكبر. جئتني فاردا لي ذراعيك بشوش الوجه مشرقة مادا لي يدك وتقول لي انا عايزك معايا يا شيخ حسن. فعلا انا عايزك معايا يا شيخ حسن. الله اكبر الله اكبر. هذه هي رسائل القلوب. عرفك بالاخوة المحترمين دول بقى يعني ولادي واخواتي الصغيرين زاهر حسام تهامي ابراهيم عبد الجليل. الحياء سمة المؤمن الصحيح. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. ما شاء الله ما شاء الله. سماهم على وجوههم. ربنا يكرمكم ان شاء الله. الشيخ حسن بقى يا اولاد كان صول فني في مصانع الذخيره والاسلحه في الجيش. بس طلع معاش مبكر. بس ايه كان قسطه دماغ دماغ يعني. ايام بقى ناجبيه ايام. شوف يا شيخ حسن احنا جايين لك عشان شغل. مش قلت لك ابن حلال
والله العظيم يا نجيبيه ومالك على يمين، الحال واقف واقفة ما يعلم بيها غير ربنا سبحانه وتعالى. ده بتصرف مليون يا شيخ حسن. اهو لو جاف كانت مخصصنا مبلغ كل شهر، اهو كان نوايا بيسند الزير ده، بالإضافة بقى لشوية الحاجات اللي بنبيعها على باب المسجد، شوية سبح على شوية سواك على شوية روايح مسك وعنبر وما شابه ذلك. لكن تقول ايه بقى يا ناجي باشا في اللي عاوزين يقطعوا عيش دول وبعتين شكاوى وعايزين يصحوا القضية القديمة؟ ده القضية دي مش خدت فيها براءة باين؟ لا خدت 3 سنين وخلصتهم والحمد لله. لكن تقول ايه بقى يا ناجي باشا، الناس عاوزين يقطعوا عيشي. ما تقولش كده يا شو حسن، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق. ونعم بالله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم افتح عليك يا شو حسن. والشغل يا ناجي باشا اللي سعادتك عاوزني فيه، يعني اقصد يعني العائد منه هل سيوفر حياه كريمه ومعقوله؟ انا لا اقصد بالكريمه والمعقوله يعني الرفاهيه ورغد العيش، انا اقصد الاساسيات. كريمه ايه ومعقوله ايه يا شيخ حسن؟ هي شغلانه واحده هتعملها معانا وهترتاح بعد كده طول عمرك انت واسرتك واولادك. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، طول عمرك وش السعد والخير يا ناجي باشا، وما طبيعة هذا العمل؟ شوف يا شيخ حسن، احنا هنسرق بنك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، حد الله ما بينه وبين الحرام يا ناجي باشا. احنا هنسرق بنك في اسرائيل. وان ينصركم الله فلا غالب لكم، لنقرأ الفاتحة. احنا دلوقتي لا خرجنا ولا دخلنا، دلوقتي احنا لسه بور فؤاد، ولا يمكن لأي حد يقدر يثبت اللي احنا لينا علاقة بالموضوع. المفهومية دي يا كبير، علي النعمة، ده انت دماغك تسع بدل الدنيا ألف. يا ابني عايز تقنعني انك فاهم كلمة من كلام الباشا؟ لا. طب نقطنا بسكاتك بقى. ايوه يا باشا، بس النفق ده ممكن يقع علينا. يا زهري حبيبي، لازم تعرف ان انا اخترت النفق ده مش اعتباطي. ما انفاق كتير يعدونا بفلوس اقل من اللي احنا دفعناها لابو موسى. انما احقاقا للحق الراجل ده عامل النفق بضمير. وحاطط حديد مسلح. والله زين ما اخترت يا ريس، الغالي ثمنه فيه برضه. والنفق ده طوله قد ايه يا ناجي باشا؟ 9 كيلو. 9 كيلو؟ انت فاكرين في بورفؤاد قبل لما كنت بمشيكوا من الفيلا لغايه المعديه؟ كانت المسافه 18 كيلو. يعني المسافه دي النص بالظبط. بس ده كان على البحر يا ريس، مش في نفق لا مؤاخذه. انا مش عايزكم تفكروا ان احنا ماشيين في نفق. تخيلوا ان احنا ماشيين على البحر بنتفسح. ما بتعرفوش تتخيلوا؟ تقيل لما كنت بقول لكم غمضوا عينيكوا. يا سبحان الله يا سبحان الله، اهو الانسان مصيره في النهايه حفره زي دي. الانسان لو يتعز. افتكر لنا حاجه حلوه يا شيخ حسن، بقول لكم تمشوا على البحر. انا متخيل، والمصحف انا متخيل. متخيل ايه يا ابراهيم؟ انا في مارينا. الواد ده خياله عالي قوي، شايف ايه؟ ده انا شايف حته مزه ماشيه على البحر ولابسه مايو ابيض. ايه حكايه؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هتسيب الراجل يتخيل يا شيخ حسن؟ هتخش له كمان في خياله؟ هو بيتمشى في مارينا، اتمشى انت في الحسين. يا نهار اسود. ايه في ايه؟ في ايه؟ لا اصل وانا بتخيل جوزها دخل علينا يا باشا. والله بقول لك يا باشا، الناس اللي احنا شفناهم عند ابو موسى دول ما شفناش فيهم مصريين خالص، ليه؟ المصريين قاعدين على القهاوي دلوقتي يا عبد الجليل. تعرف يا باشا، انا ناوي ان شاء الله اول ما ارجع مصر واخد نصيب من العمليه دي افتح مشروع كبير قوي، مشروع يلم كل الشباب اللي قاعدين على القهوه ليل ونهار. ما تنبرش فيها يا ابو نط، الله يكرمك، مش لما نخرج من النفق ده على خير. خد رزق يالا، نطت في وقي في كل كلمه، ما تفكك مني يا ابراهيم. ما انا قريت لك حديث وانت رايح الاولمبياد بتقول انك هتهدي الميداليه لكل شباب مصر، وديك رجعت قفاك يا قمر. ايه؟ اوه ده انت واد واطي قوي. عايز ايه يا باشا؟ عايز ايه؟ ليه؟ الله على رسول الله. ايوه انت وهو. ايه؟ انتوا كنتوا؟ حد اتخانق جوه نفق؟ ابعد من هنا. خلاص يا حسام. خلاص يا حسام، ايه ده فاشل؟ ناجي بيه، الحالة ناجي بيه. ايه مالك؟ الحالة ناجي بيه، مش عارف اخد نفسي. ميه. هتخنق، مفيش اكسجين. اديله شرب ميه. ميه، ما تخافش ما تخافش ما تخافش، اشرب ميه، اشرب اشرب ميه. بس اهدى. بص
طول ما في كهرباء في اكسجين، والكهرباء شغاله زي الفل قدامك اهي. الكهرباء قطعت يبقى مفيش اكسجين. فين وانا اجيب له اكسجين؟ لازم بقى في اكسجين معانا كفايه، محدش ضامن الطريق. اشربوا لبن. لبن. وابو موسى بعد المصاريف دي كلها مش قادر يجيب جنريتور؟ زاهر اديله لبن، اديله لبن. لا لا مش عايز لبن، مش عايز لبن، انا عايز نسكافيه. عايز ايه؟ نسكافيه. نسكافيه؟ اجيب لك نسكافيه منين دلوقتي؟ اديله لبن. معلش الاماكن المقفوله دي تخنيش نفس. مقفولة ايه؟ ما الطريق واسع قدامك اهو مفتوح. اسمع وانت ماشي ما تبصش لا يمين ولا شمال. ها؟ يا معين يا جبار يا رحمن يا رحيم، اللهم يا معين يا رحمن يا رحيم، اللهم فرج شدتنا. امين. يا بركة دعاك اللي جاب يا اما. صورتني واد انت؟ مؤاخذة يا كبير. مفيش في النفق هنا كنيف. ايه؟ كنيف دورة مية اصلا مؤاخذة. محصور. دورة مية، انت فاكر نفسك في الشيرتون؟ بص امشي على طول واعملها في اي حته بس اعملها على جنب ما تعملهاش في نص السكه. يلا الواد ده لو فضل كده كتير النفع هيقع علينا. ايه؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. الواد ده لو فضل كده كتير النفع هيقع علينا. ايه؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. الواد ده ينفع يشتغل في المطافي. الواد عبد الجليل ماله اتحرق كده ليه يا باشا؟ طبعا مش فاقد ميه كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور النفق. الاخوه من مصر؟ ايوه احنا من مصر. مصر ده ام الدنيا كلها. الله يخليك. امال حضرتك منين؟ من السودان. احسن ناس. هي مصر والسودان ايه؟ ما هو واحد. اي خدمات؟ الله يخليك. بسلامه ان شاء الله. اتفضل اخويا مع السلامه، مع الف سلامه. راجل طيب قوي. مين ده؟ ده الباك رايت بتاع الهلال يا باشا. ده الواد حموص غزله تغزيله. يا عبد الجليل، عبد الجليل يلا بينا. بقول لك يا كبير، النفق ده باين عليه بسم الله الرحمن الرحيم مسكون. مسكون ايه يا ابني؟ في ايه؟ مسكون بايه ان شاء الله؟ عليا النعمه وانا بفك لا مؤاخذه سنقتي لقيت عفريت طويل واسود قوي قام زرق من ورايا. ما هو جن ده كان حيشن من على الارض شيء. العفريت؟ اه. سلام الخل من رب الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اخويا من مصر؟ نعم. اخويا من مصر؟ شوف يا اخي المصري تعرف في اي حته. امال حضرتك منين؟ من اسطنبول. احسن ناس. ما هو مصر وتركيا ايه؟ ما هو واحد. في خدمات يمكن اقدمها لكم يا فندم؟ لا متشكرين خالص، اتفضل. سلام يا فندم. مع السلامه. سلام. مع ألف سلامة. ما هو خايف من إيه؟ ناس رايحة وناس جاية، أنا حاسس إن أنا في شارع جامع الدول العربية الساعة 2 بالليل. يلا. أهلاً وسهلاً. اليوم 28 شعبان، يعني ربنا رايد نصوم رمضان مع بعض. انت ايه ده؟ انت ما لبستش جلابيه ليه؟ ما دي جلابيه يا باشا. ده قميص مش جلابيه. السلام عليكم.
لا يا باشا، مش كتير المبلغ اللي انت اديته للمقاومه ده، ده كده كل واحد فينا هيتعور في مبلغ جامد قوي. ما تقولش كده يا ابراهيم امار، المبلغ اللي احنا اتبرعنا به للمقاومه الفلسطينيه ده هو اللي هيبارك لنا فيما رزقنا به الله من الصهاينه. انا ما قلتش حاجه يا شيخ حسن، انا بس بقول نمسك ايدينا شويه، الواحد داخل على مصاريف وكمان الاسعار ولعت في مصر. تصدق يا شيخ حسن قبل ما اجي بسال على العربيه البورش، قالوا لي جمركها 1,000,000 جنيه. تصور يا باشا 1,000,000 جنيه. امشي يلا امشي، بورش تقلي بتتكلم عليها دلوقتي. اطفي النور يا حيوان. يا باشا لا مؤاخذه، الجبل كحل خالص. بقول يا باشا ممكن نستنى هنا لحد الصبح او حتى لحد الفجر ما يشاشة، احنا مش شايفين تحت رجلينا. لازم نوصل الناحيه التانيه قبل الفجر. هو الجبل ده ملوش اخر. اصبر يا عبد الجليل امال وتحمل، فان لكل مجتهد النصيب. بعدين شويه العرق اللي انت عالجتهم دول هم اللي هيحللوا الفلوس اللي ربنا رزقنا بيهم. يعني هم شويه العرق بتوع عبد الجليل هم اللي هيحللوا الفلوس؟ ده هيخلونا نرجع. ايه يا عم يا عم تنيل يا عم، ده برفان يا عم، برفان جدا برفان. انا ما بقتش فاهم احنا فين يا باشا، هو احنا لسه في اسرائيل ولا ايه؟ والله يا حسام السؤال ده له تلات أجوبة. الأرض اللي منورة بعيد دي مزارع شبعة، دي على الحدود ما بين جنوب لبنان والجولان وإسرائيل، حوالي 25 كيلو تقريبا. لبنان بتطلب من إسرائيل إنها تنسحب منها. إسرائيل قالت بأمرت إيه؟ عندكم ورق يثبت إن دي أرض لبنانية؟ ده أرض سورية أساسا، وإحنا من 67 حاطين ايدينا على ارض سوريا، تبقى الارض دي تبع سوريا، يعني تبقى تبعنا. سوريا ردت قالت ايه؟ قالت لا، ده ارض لبنانيه عندي. بقى جت الامم المتحده جرت خط سموه الخط الازرق، قالت ايه بقى؟ بدام الارض دي سوريا واسرائيل حاطه ايديها على الجولان، تبقى الاتنين مع بعض شروه واحده تحت وضع اليد، لحد الاتنين بقى ما يقعدوا مع بعض سوريا واسرائيل ويخلصوها بمعرفتهم. انت فاهم حاجه يا عبد الجليل؟ ها؟ فاهم حاجه؟ خدامك يا باشا. يلا بينا. يا ناجي باشا يا ناجي باشا، ابوس ايدك، نستنى لحد الشمس ما تطلع، انا مش شايف كف ايدي. انا قلت لازم نعدي الناحيه التانيه قبل النهار ما يطلع، ومش عايز اقتراحات. هنا بس انا اللي اقرر، واي كلام اقوله لازم يتنفذ بالحرف من غير مناقشه. يا والله زمان يا باشا، ايام طوابير الزمن كان الواحد يقف ملطوع من 5 الفجر ل2 الظهر. الحق يا باشا، زهر وقع. ايه؟ زهر وقع يا باشا. زهر مالك؟ مالك يا باشا؟ يا باشا انا عندي عقده من الاماكن العاليه والضلمه. انت عندك كام عقده؟ انا عايز اعرف. في نفق تحت الارض قلت لي عندك عقده الاماكن المقفول، فوق الجبل مش عاجبك، لا تحت الارض نافع ولا فوق الجبل نافع. قوم يلا قوم. ماشي يا باشا. انت كويس دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله. يلا صل على النبي. حسام يا شيخ حسن، انا مش بتاع مرمطه، مش بتاع مرمطه، انا من البيت للشغل ومش شغل للبيت. سيبها على الله يا ابو الزواهر، وانت بس انوي خير كده وربنا هيفتح لنا كل الابواب المجفله باذن الله. والله من بقك يا شيخ حسن، نادرا عليا اول ما انزل مصر لحجاج الكم والخوالي. ما انت ما تعرفوش، انا اول ما انزل مصر هفتح شركه سياحه كبيره قوي، حج وعمره، وتبقى انت وام الغوالي تطلعوا من عندي. هو ده العشم برضه. وانت يا حسام مش ناوي تيجي انت رخر؟ رخر ان شاء الله يا شيخ حسن. وانت تهامي كمل نص دينك بقى، ها؟ واطلع معايا من شركتي، حج وعمره انت ومرتك. ربنا يسمع من بقك يا شيخ حسن. وانت ابراهيم؟ نعم.
مش ناوي تعجل بقى كده وربنا يكرمك يعني وتهدى شويه؟ وانت شايفني كافر يا شيخ حسن؟ لا لعزم الله يعني، بس يعني ما شفتكش من يوم ما عرفنا بعض انك فردت سجاده وركعت. وانت مركز معايا ليه؟ خليك في حالك يا ابني، اللي احنا فيه ده دلوقتي والرزق اللي ربنا رزقنا بيه ده محتاج توبه نصوحه. اتوب من ايه؟ مش فاهم يعني اتوب من ايه يا جماعه؟ انا عملت حاجه عشان ايه؟ همشي لوحدي يعني؟ انا همشي لوحدي وانتوا معاكم فلوس وتتكلوا انتوا على الله؟ ها؟ وبعدين شايفكم شادين مع بعض، ده وقته؟ مش لما نخلص نعدي من المصيبه اللي احنا فيها دي؟ يلا بينا. ايه نضال، تعبانه ولا حاجه؟ انا كويسه يا باشا، تمام. نضال؟ نضال مين يا باشا؟ دي هاني. لا اسمها الحقيقي هاني، اسمها في المقاومه الاسم الحركي بتاعها نضال. كده بجد؟ عموما هو نضال احلى بكتير. لا شيخ، يلا يلا. مصر بقلوبنا وما حدا بيقدر ينكر على مصر اللي عملته. انتوا بلشتوا بالخطوه يا اخ ناجي، ونحن حنكمل نضال وراكم حتى تضل رايه العرب والمسلمين مرفوعه دايما. بس كيف فكرتوا بهالفكره الجباره وكيف قدرتوا نفذتوها؟ ولك يسلم الشباب ويسلم الوطن. الله يخليك يا عم الحاج. ده ابراهيم لبلب في اللغه العبريه، ده اللي كنا ماشيين بيه في تل ابيب. وده بقى حسام البطل بتاعنا، ده اول واحد نط على السطح بتاع البنك. خدمك عبد الجليل اللي لا مؤاخذه فور قضبان الخزنه. مهندس زاهر، مهندس كمبيوتر. تهامي. ده بقى البركه بتاعتنا الشيخ حسن. شو رح بتسوي بكل هالمصاري يا اخ ناجي؟ هو اولا وقبل كل شيء يعني احنا كنا عاملين حسابنا في مبلغ كده للمقاومه اللبنانيه، يعني تقديرا منا واعجابا بكفاحكم ونضالكم. الحمد لله الحزب مش عاوز مصاري، نحن بيكفينا دعم الشارع العربي. والله يا ابو حسين ده راجل 100 100، انا قلت برضه ان هو مش هياخد مليم. لا يا رب يزيدك ما يحرمك ويديك ما يضيمك. امال احنا هنمشي امتى يا ابو حسين؟ تمشوا لوين يا اخ ناجي؟ على مصر. اوامر سقتمنا؟ لا احنا عمرنا ما نزهق منكم ابدا، احنا لو قضينا بقيه حياتنا كلها هنا ما نزهقش منكم، بس اصل عايزين نرجع مصر بالحاجه عشان في عمليه تانية بنوضب لها. العمليه التانية صارت جاهزه يا اخ ناجي، بدكم تسووها هون. عمليه ايه؟ خلص مستعدين اخ ناجي؟ ايوه ابو حسين، هنمشي دلوقتي. السياره جاهزه. الله يوفقكم. بالامان. يا باشا انا عايز اجي معاك. نضال وابراهيم بس هم اللي هيجوا معايا. يا باشا احنا بدانا المهمه دي سوا ولازم نكملها سوا. نضال وابراهيم بيعرفوا عبري كويس، المزارع اللي احنا داخلينها كلها يهود، مش عايز قلب الدماغ. ايه يا عم الحاج؟ انت بتغير ولا ايه؟ احنا رايحين نجيب اسرى مش رايحين كارفور. اغير ايه يا ابني؟ ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده؟ انا كنت شريك في العمليه دي من الاول ولازم يبقى لي دور لاخر لحظه فيها. ما خلاص دورك خلص يا ابو الكباتن، اللي نط نط وخلصنا، وانت عشان نطيت 2 متر هتفلق لنا دماغنا؟ اللعبه دلوقتي عايزه شاب زي، عايزه واد معاه لغه كده ياخد ويدي في الكلام. انت عارف الباشا اختارني ليه؟ اصل احنا رايحين نجيب 7 دكوره ونتايه، هو بقى جايبني عشان اجيب له النتايه دي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا اخي نبقى في المحنه دي وتفكر في المعصيه؟ معصيه يا شيخ حسن؟ ما تخليك محضر خير، ده بدل ما تدعي لنا ان ربنا يوفقنا. ربنا يهدي. وانا مؤاخذه يا باشا، اللي بيحصل ده عيبه في حقنا. واخذه دي واخذه جامده يا باشا. الله، احنا عيال نوره وعفيجيه يعني رجاله برضو يا باشا. وحد قال ان انتوا مش رجاله يا واد انت؟ الله يا باشا، ما هو بصراحه يعني ايه الواد ابراهيم اللي انت واخده ده؟ ولا البت التانية اللي اسمها نضال دي؟ ايه ده يعني يا باشا؟ والله العظيم انا والراجل المتع ده ممكن نخطف لك اسرائيل ونجيبها لك تحت رجليك، ولو عايز كمان نجيب لك الراجل بتاعهم الكبير ده بتاع نتنياهو ده ونجيبه لك تحت رجليك يا باشا، بس انت تقشر. بس لا مؤاخذة يعني انت اللي مستقل بينا. هي خناقة في حارة يا دتة؟ ده مصيبة. خدنا معاك يا باشا. الموضوع دلوقتي مش موضوع فلوس. احنا نفسنا نعمل حاجة يا باشا. واحنا في مصر كنا تاهين ورا لقمة العيش والحياة كانت واخدانا. انما لما جينا معاك هنا شفنا شباب بيضحوا بحياتهم عشان بلدهم وعرفنا هم بيعملوا كده ليه. وانت زاهر مش عايز تيجي انت كمان؟ اوعى تكونوا واخدين حبوب الشجاعه وانا مش عارف.
انا عايز اكلم امي يا باشا، شوف لي اي طريقه تطمني عليها. انا متاكد ان حالتها دلوقتي بقت خالص. لما نرجع ان شاء الله هخليك تكلمها. ويا الراجل اللي انت ضربته ده يا ابراهيم؟ انا مش قال مش عايز عنف يا باشا، ده كان موجه المسدس ناحيه راسي، ولولا ابراهيم كان زمانه قتلني. انت بنت حلال مصفي، اول مره حد ينصفني في الرحله اللي احنا طالعينها دي. يا باشا انا كنت رايح اجيب ايس كريم. راح ايه؟ راح اجيب ايس كريم مانجا. ايس كريم؟ انت ابرد بني ادم شفته في حياتي. ليه يا باشا؟ متنيلين طالعين على الحدود والدوريات رايحه جايه ورايحين نجيب اسرى اسرائيليين، وانت راح تجيب ايس كريم؟ يا باشا انا نفسي مره واحده تنصفني وتشهد ان انا طلعت واد كده. نفسي. ماسي ايفو هاني مي اتيم الله روسي كارمي. ازيك يا كارمي؟ هو ده اللي انت ضربته؟ والله لا حليلك بقك يا ده ابراهيم. ازيك يا كارمي؟ ناجي عطا الله، انت تعرفه يا باشا؟ شوف الدنيا صغيره ازاي. اخر مره شفتك فيها على السي دي، ايه يا راجل حماس اللي كنت فيه ده؟ ده انت حيوان مش بني ادم. ده انت هتشوف ليله سودا. سيد ناجي، انت مش قد اللي عم تعمله. انت عم تخطف ضابط بالشباك الاسرائيلي. تعرف انا هوديك فين؟ هوديك عند حبايبك حزب الله، هوصيهم يعملوا لك سي دي زي اللي عملوا لك راف. انت شكلك شايل منه قوي يا باشا. الا شايل. اضربه على قفاه؟ لا مفيش داعي، ده أسير والمفروض يعامل معاملة الأسرة. إيه معاملة الأسرة؟ نديله على قفاه. دفاع عرسية يا دي عبد الجليل، الواد راح بارك على الأرض. أوباي! لو كنت معاك، لو كنت معاك يا إبراهيم، ده كانت الدنيا اختلفت، ده أنا كنت وريتهم التبدع. ده كان زمان اسم عبد الجليل ده بيرفرف كده في إسرائيل ويرن. أصل بص، خبطة الروسية دي ليها أصول، وأنا الروسيات بتدرس عندنا في منشية نصر وفي الدويقة. يا ابني اسمع، بص اول درس مثلا تقوم ماسك اللي قدامك كده عفقه من كتافه، يقوم جاي له تنشن في كتافه، تقوم انت مركز في سنتر نافوخه وماسك نافوخه من ده وهابق عليه بدماغك، تقوم مفلوقه نصين زي الخروه كده في الكره الشراب. يعني المهم اخدت على اخوانا ابو الكبات. يعني غدر فرحان قوي ليه كده بقى؟ الرجوله والجدعنه يا ابراهيم انك تقابل خصمك راجل لراجل، تخبطه الخبطه من دي تقوم جايبه لمسه اكتاف زي المصارعه. لا بقولك ايه يا تهام، اوعى تفتكر يا حبيبي ان شويه العضل اللي انت نافخهم دول هيخيلوا علينا. ده كل ده امينو ان او مش عارف ايه والحاجات الهبله دي، واضرب في الحقن. ده انت تلاقي هرموناتك بايظه حبيبي. هرمونات ايه؟ انت بتكلم فرخه قدامك؟ انت هتصوت ايه يا ابراهيم؟ انت عشان ضربت لك واحد فاكر نفسك هوجن؟ في يالا بس 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 بقى ايه؟ انت وهو في ايه؟ انتوا مش حاسين بينا خالص؟ ما عندكوش دم؟ انتوا مفكرين اليهود هيسيبونا بعد اللي انتوا عملتوه ده؟ اوف. هو زي المين مش مستمتع بالرحلة معانا؟ مش عارف، الواد ده من ساعة ما شفته كاتيان في نفسه كده وبيهر كتير. كاتيان في نفسه؟ هو كاتيان في نفسه فعلا. اللي قول لي يا باشا، هو احنا ما رحناش مصر عن طريق لبنان ليه؟ ايه اللي يودينا سوريا؟ ما نقدرش نروح لبنان دلوقتي يا ابراهيم، الحالة هناك ما تطمنش. ازاي يا باشا الكلام ده؟ بلبنان دي زي الفل. ده انتوا ميح، ما تعرفوش ايه اللي بيحصل في البلاد اللي جنبيكوا؟ تعرفوش ايه المشاكل اللي بتحصل في لبنان؟ يا باشا انا عارف ان في مشاكل في لبنان، حضرتك فاكرني منفصل عن المجتمع اللي انا عايش فيه؟ ده لبنان مولع. والله برافو عليك يا ابراهيم، برافو عليك فعلا. ايه المشاكل بقى اللي تعرفها؟ هيفاء وهبي ورولا سعد رافعين على بعض قضايا ومقطعين بعض في المحاكم. اصل مدير اعمال هيفاء يا باشا سابها وراح اشتغل مع رولا. هي دي مشكله لبنان يا حيوان. مشكله لبنان ان فيها كذا طايفه. طايفه ازاي يا مؤاخذه يا باشا؟ مشكله لبنان ان دول واعيين مع دول، ودول مش طايقين دول. قوم دول عايزين يطلعوا دول عشان يركبوا على دول، راحوا دول ضاربين في دول. دول بقى قوم اتحالفوا مع دول عشان يخوفوا دول. دول يسكتوا؟ لا. يا سلام، اداب السياسه دي بحر. انت عارف يا باشا انا كنت اقعد قدام التلفزيون طول الليل برسم وما فهمش حاجه خالص. بس عايز اسالك سؤال كده يا باشا، لا مؤاخذه يعني، ليه دول
ما يوقفوش مع بعض لا مؤاخذه قدام دول وقفه راجل واحد. والله يا عبد الجليل ده لا اكتر واحد بيفهم فيهم. طلعت ميح. سيبك من دول سعادتك، خليك معايا انا. اقول يا باشا اقول. اسرائيل بقى ايه اللي يهمها؟ ان دول يقعوا مع دول ودول يقعوا مع دول، كلهم يقعوا مع دول. ما هي الفرجه والتحزب دول يا نجيب هم قافه الامه العربيه والاسلاميه جمعاء. علشان كده ما قدمناش غير ان الامه العربيه والاسلاميه تكاتفوا وقفوا ورا دول، ساعتها دول هيعملوا لنا مليون حساب. طب وهي سوريا دي فيها دول ولا فيها دول؟ سوريا ما فيهاش غير دول. احنا لا لينا دعوه بدول ولا لينا دعوه بدول. امال لينا دعوه بمين؟ بدول. اه. في نهاية الطريق هنلاقي نقطة تفتيش لبنانية، في ناس مستنيانا هناك، عارفين إن إحنا جايين. هما دول اللي هيعدونا من نقطة التفتيش السورية، حوالي 2 كيلو. ودول يا باشا ما عندهمش دورة مية، لا مؤاخذة يعني أصل أنا محصور. إيه يا جحش أنت؟ في بنات معانا، ما تنقي ملفظك. أمال عايز يقول إيه يعني؟ ما يقول عايز أخش التواليت. تواليت؟ وده يعرف يعني إيه تواليت؟ ده ما عندهمش حمام في بيتهم أساساً. أقف يا إبراهيم، أقف شوية. وبالمرة خلي النضال تفك عضلاته. انزل يا عبد الجليل، ريح نفسك ورا اي صخره ولا اي مصيبه. وانا يعني اللي حامل فيها امك، انا هنزل افك يا باشا. افك ولا مكتور احسن؟ اصل انزل انزل. الحمد لله على السلامة. اه يا الله يسلمك. نضال انا في سؤال كنت عايز اساله لك، بس بصراحة كده كنت مكسوف. لا ليه عادي؟ ما انا كنت نايمة في كفن يعني، المكان اللي كلنا هننسأل فيه. يعني بعد عمر طويل ان شاء الله يعني. ليه بتقول كده؟ هو الموت وحش؟ بالعكس يا حسام، يا بخت اللي ماتوا. عارف أحلى حاجة في الموت إيه يا حسام؟ لا الحقيقة مش عارف. إنه يكون ليه معنى. ويكون اللي مات أدى رسالته. اه طب حصل خير يا نضال؟ انا اساسا ما كنتش عايز اسال، كنت بهزر معاكي. ايوه يا كريم، ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ اسمع يا واد، عايزك تخلي بالك من ماما كويس قوي. بقول لك ايه، انا عايزك تحلم باي حاجه وانا احققها لك. اه يلا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. متشكر قوي يا نجيب. انا كان قلبي بيكون عليهم قوي، بس اول ما سمعت صوتهم روحي ردت فيا. بقولك يا كبير، ما هو مؤاخذه يعني مش زهر بس اللي امه حرنان عليه، ما احنا امهاتنا برضو قلبها بيهف علينا، ولا احنا يعني ولاد البطه الدايخه؟ وبعدين ما يغركش يا كبير ان انا عافياجي كده، انا من جوه بسكوته يا كبير، وبفكر في امي ليل نهار. هتكلمها فين؟ دي قاعده في الشارع. لا يا كبير، ما انا كمرت لها نمره على عده كده عشان ابقى اطمن عليها. تلاقيها رأيته. لا يا كبير، ما بعتوش. والنبي يا كبير اسلم عليها بس يا كبير، عشان خاطر يا كبير اسلم عليها. خد. ربنا يبارك لنا فيك يا كبير، استاذنك بس اطلع النمره. ايه ده يا كبير؟ ايه ده؟ انت باين عليها يا كبير مش متاح ولا غير مغلق ولا الحاجات دي يا كبير. ودين يا حمار، لازم تطلب الاول الكود بتاع مصر اللي هو 002. ايوه يا حاجه. ازيك يا حاجه؟ اما انت وليه قليله الادب صحيح؟ معلش انت بتشمل ايه؟ امسح فيها يا كبير، امسح فيها. خد امسح فيها يا كبير. وليه يا شرشوحه؟ معلش يا كبير، معلش امي غشمه شويه. يلا. الو. ايوه يما، ايوه يما الغوالي، انا عبد الجليل. ما انتوا ليه قللت الادب صحيح؟ الله، انا جرايه ياما، في ايه؟ انا عبد الجليل ابنك ياما، ابنك عبد الجليل. ايه؟ انت بلغت عني ياما ولا ايه؟ ايه؟ اسرائيل؟ انا؟ لابس لبس؟ لا ياما خالص، لا 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 لا، مفيش حاجه من الحاجات دي خالص ياما. الله، وبعدين ياما هو في جاسوس؟ في جاسوس بيلبس لبس عسكري؟ لا ياما خالص، مفيش الحاجات دي. ايه؟ ياما افهميني بس، افهميني.
عملوا فينا ايه يا اختي؟ طب ايه رايك بقى يا اما احنا علمنا عليهم؟ اه وشرطناهم من تحت لفوق. ياما شرم شرم، احنا كنا شرم شرم، احنا كنا في شرم ياما. وتلاقي بس اللي في اسرائيل ده واحد شق ولا حاجه. والنبي ياما والنبي، عايزك تجيب جلابيه الحج اللي احنا قلنا عليها، والنعمه ياما انا حججك، والنعمه انا حججك، ها. وعايزك ياما تفرشي الملايه في الحاره وتقفي عليها بكعوبك وتقولي اي حد خد مني حاجه هردها له طق 10. يلا يا ام الغوالي، مع السلامة يا حبيبة يا حبيبة. شكرا يا فيلم، شكرا. لو سمحت لي يا ناجي باشا، دقيقة واحدة بس على ساعتك. ايه؟ هتكلم امك كمان يا شيخ حسن؟ لا، دي مكالمة لوجه الله، الشيخ عبد الله اللي مسك مكاني في المسجد. هو سنترال. خد. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟ ايه؟ لا لا يا راجل، هذا كذب وافتراء وبهتان. اعلام ايه يا راجل؟ حد يصدق الاعلام ده؟ اعلام كاذب. بقول لك ايه، انا راجع كمان يوم ولا اتنين بالكتير. سجاجيد المسجد كلها هتتغير اول عن اخر، والمنصه والمأذنه هيدنوا من جديد، وعاوزكم تتفاوضوا على حته الارض اللي جار المسجد دي. ايوه، عشان نعمل توسعات، ربنا يوسع عليكم وعلينا. ايوه، سلام عليكم، مع السلامه. سلام ورحمه الله، ربنا يخليك لينا. الله يخرب بيوتكم، التليفون قطع شحن. انت معكش شحن عربيه يا باشا؟ شحن ايه في الهو اللي احنا فيه ده؟ خلاص كلها نص ساعه ونوصل. يلا كله على العربيه. باشا، هو انا ممكن اخد نصيبي في سوريا؟ مفيش حد هياخد دولار واحد، كله هياخد فلوس في مصر. اشمعنى يعني عايز تاخد فلوسك في سوريا؟ انا بقول يعني الواحد يقضي له يومين استجمام بعد العذاب اللي شفناه ده يا باشا. انت يا ابني فاكر العمليه خلصت؟ طول ما احنا بره مصر فعلا مهددين في اي لحظه، مفيش امان غير في مصر. عمار يا مصر، عمار يا بلد الامن والامان. والله انت عارف يا باشا، بلدنا دي مقاسة، ربنا يخليك لينا يا بلد، بس ايه، كان ليها شمخة في الحرب وشمخة اكبر في السلام. والله الوضع التجليل، ايه الحلاوة اللي انت فيه؟ ايه الوعي السياسي اللي جالك ده؟ انا امال ايه يا باشا، اصل انا كنت منظم لمؤاخذة وقفات احتجاجية ومعتصمات، وكنتش مظاهرات يعني. اي نعم، تلات ارباع الهتافات اللي كانت العيال بتقولها ديت ما كنتش فاهم منها حاجة، بس كنت حاسس ان جواهم حاجة كويسة. بس سيبك من ده كله يا باشا، انت عارف بعد اللي احنا شفنا ده كله ما يجيش لحظة واحدة قدام عربية فول وفحل بصل وقرن فلفل اخضر. قرن فلفل اخضر حراق. ايوه، جريت لي ايه يا عبد الجليل منك لله؟ مش بقول لك يا باشا، دي عالم فقرية، كل واحد معاهم ملايين الدولارات ورقهم جري على فوق. يا ساتر يا رب، اللهم اصنع عورتنا وامن عورتنا. العجله الورانيه اتخرمت يا باشا. يا توهان يا عبد الجليل، انزلوا ساعدوني اركب الاستيب. ابني مخروم يا باشا. يعني ايه؟ يعني لازم يتلحم يا باشا. يتلحم فين؟ عند ايه بتاع كاوتش. انتوا فاكرين نفسكم ماشيين في طريق مارينا؟ الحلاق بتاع كاوتش هنا، وبعدين قاعدين تتكلموا في التليفون لغايه الشحن ما خلص. كنا كلمنا ابو حسين يبعت لنا حد يشوف لنا حل في البلوه اللي احنا فيها دي. يعني ايه يا باشا؟ هنفضل واقفين هنا لحد امتى؟ انا مش ناقصك ازاد. لو سمحت لي يا باشا، اخدها جري انا عبد الجليل، نرجع لابو حسين نقول له يبعت لنا عربيه تانية. جري ايه؟ هتجري 50 كيلو؟ طب يا باشا، ما حسين بينط 5 متر، انا بقول ياخدها نط لحد ما يوصل لابو حسين. ولا مش وقت يخف الدم خالص على فكره. يا باشا، ما
مفيش اي عربيات لحد من هنا خالص. احنا من ساعه ما مسكنا الطريق مفيش ولا عربيه عدت قدامنا. يعني احنا هنعمل ايه في البلوه السودا دي؟ ازاي ازاي؟ اصحى بابا، اصحى حبيبي، اصحى اصحى. اهدى 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 اهدى. لو اشتمه ما يخرب بيتك. حلم حلم فظيع يا نجيب باشا. انا يظهر نمت وانا قاعد. اهدى كده وصلى على النبي. احكي لي كده وفضفض شفت ايه؟ حكم انا يا باشا ليا في تفسير الاحلام شويه يعني. وده وقت تفسير احلام برضه يا شيخ حسن. النهارده احنا 29 منه ودول العشر الاواخر، والعشر الاواخر دول ايام مفترجه، يعني اي حلم فيهم بيتحقق. يتحقق؟ يتحقق ازاي يا شيخ حسن؟ عاجبك اديك لعبته اكتر ما هو مرعوب. ايه ده؟ ايه؟ احكي لي شفت ايه؟ حلمت بناس لابسين ابيض في اسود داخلين علينا. نازلين من عربيه 4 باي 4 كحل ميتاليك. 4 باي 4 كحل ميتاليك. بعدين راحوا ماسكين الالي وراحوا نازلين في ضربه من النار. ضربه من النار، ضربه من النار. الله اكبر الله اكبر. ضرب نار يا باشا في الحلم يعني نصره، والله ربنا هيفتحها علينا وهيفرجها. طب انا حلمت ان انا باكل بقلاوه يا شيخ حسن، ده حلم وحش ولا كويس؟ لا ده خير وجالك يا باشا ومن واسع كمان. هو كود الاحلام حلوه كده، ما فيش حلم وحش ابدا. لا ده فار فار عدى من تحت يا باشا، ده رزقه جاي لك. مش كده يا شيخ حسن؟ كده يا باشا. يلا كده يا باشا. الشمس غابت والمغرب وجب، الظاهر علينا هنفطر هنا. عموما انا عامل حسابي ومحضر كام وجبه ده مع شويه تمر، قلت يمكن نفطر في الطريق. لقيت فيها الظاهر كمان هنسحر في الطريق يا شو حسن. هيما 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 هيما. ايه عايز ايه؟ هيما ايه ده؟ الحلاوه هنا يا معلم، افتح الهويس وحد جامد. المثل بيقول لك ايه؟ اتجوز شمايه تعيش عيشه هنيه. يا عبد يا ولي الدوله اشربوا. ايه مالكم تشربوا ايه؟ لا اصل دي اول مره نشوف عيون حلوه كده من مده. مرسي كتير. بيره بس ساقعه. ساقعه؟ اتجوزها ساقعه. اوكي تكرم. سامي ابراهيم. ايه يا هتجوزها ابراهيم؟ هتجوزها دلوقتي؟ خلاص خلاص اتجوزها دلوقتي ابراهيم. ده انت اول واحدة تشوفها في احنا فين؟ في سوريا. اول واحدة تشوفها في سوريا تتجوزها؟ ايه ده كده واقعد وتنقي وتختار. اختار ايه يا ابراهيم؟ الله يا ابني دي فرصة مش هلاقيها تاني، مش هلاقيها في الحارة دي ابدا يا ابراهيم. الله. وبعدين ناجي باشا بيقول ان احنا هنمشي بكرة والفلوس معانا. ابراهيم يا ابراهيم مش هلاقيها في الحارة دي. مش كده الفلوس. تفضل يا استاذ. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا، نورت بيتك ومحلك. يا مرحبا، شرفت استاذ. يا اهلين وسهلين. يا هلا، تفضل تفضل. يلا يا شباب كله يطلع بالشنط. ها انا مش فاهم ايه الاوتيل الغريب ده، بيره في اوتيل، حاجه عجيبه حاجه عجيبه. تفضلوا تفضلوا يا شباب تفضلوا. يلا تفضلوا. هنرجع مصر بالسلامة إن شاء الله، ناوي تسيبنا تاني؟ تسأل السؤال ده ليه؟ أنت نازل مصر مليونير، عايز مني إيه تاني؟ يا باشا أنا كنت ضايع وما كانش عندي أمل في أي حاجة. بصراحة يا باشا من ساعة ما لقيتك وأنا حاسس إن أقدر أعمل المعجزات يا باشا. ما تسيبنيش تاني يا باشا، خليني جنبك، خلي الفلوس معاك يا باشا وشغلني معاك. مين؟ تحت جيبك أنا ريمون. ايوه ريمون. انا اسف ما بحب ازعجك، بس اتصل ابو القاسم وبيسلم عليك وحاب يشوفك، ويا ريت تكون جاهز بعد ربع ساعه باللوبي، راح يبعث لك السائق. طيب اتكل على الله انت.
انزل وانا حسنا تحت استناك. انت بتبص على ايه؟ لا لا انا ما عم بص على شيء. لا انت كنت بتبص على الشنطه. اسمع بقول لك، احنا عندنا الشنط في مصر حرمه زي الستات بالظبط، يعني اللي يبص لشنطه غيره اكنه بيعاكس مرات غيره بالظبط. انا اسف لا تؤاخذني. السلام عليكم. مع السلامه. والله الدنيا ضحكت تاني يا رجالة، أنا حاسس إن أنا بحلم. حقاً، إن بعد العسر يسر. بص يا شيخ حسن، بقالهم ثلاث ساعات في ضوافر عبد الجليل، عليها جلخ السنين بعيد عنك. جرايا هيما، أنت هتهبأ عليا في الكلام، ما تخليك في حالك. يا أخي ما تبقاش خلقي كده. يا جماعة أنا صعبان عليا أوي ناجي باشا، يا عيني قاعد في الأوتيل، وقاعد في الأوضة على نفسه ومحروم من متعة الدنيا. أنا ابتديت أحس إنه عامل العملية دي مخصوص عشان نحن. يا عم خليه قاعد جنب الفلوس، يا رب ما ينزل. اهو ده اللي انا عامل حسابه، يغرق الواد زاهر في الجاكوزي. الواحد يسيب الحلاوه الملبسه التوفي دي ويرجع مصر. ما نقول لي ناجي بيا حتى شويه. انا عارف. بقول لك يا شيخ حسن، انت راجل مبروك، ما تدعي لنا كده دعوه ان احنا نعطل هنا يومين. شرط قبول الدعوه لكي تستجاب ان تكون النيه خالصه وصافيه لوجه الله تعالى وحده. بس انت وهو اديني دور. ايه ده؟ ايه النظافه والشياكه دي كلها؟ اصل ده النورمال بتاعنا يعني لا مؤاخذه، بس هي الدنيا في الاول كانت ضيقه شويه. لا لا مش هينفع الكلام كده، العسل ده لازم يشرب حاجه. اه يا حمامه يا حمامه. ايه يا بني ادم انت؟ ايه يا بني ادم انت؟ احنا في غرزه. ايه يا حسام في ايه؟ انت مالك بتبص لي كده ليه؟ ايه اللي انت عاملاه في نفسك؟ ليه؟ هو انا شكلي وحش؟ شكلك اول مره شفتك فيه عند الحاجه فاطمه كان احلى بكتير. هو انت بتغير ولا ايه؟ لا مش موضوع غيره يعني، بس هو احنا معطلينكم في حاجه؟ انا حاسس ان احنا معطلينهم. يلا بينا. ربنا يعطلك ولا يرجعك يا شيخ ابو الجاسم، اجل انه قعد لنا هنا شهرين ثلاثه. ايوه كده يا شيخ حسن بقى. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. انا قول لي يا ابراهيم. قول لي يا شيخ حسن. باعتبارك يعني زير نساء، كم يبلغ مهر فتاة بكر حسناء دعجاء هيفاء؟ هذا إن كنت أنوي أن أتزوج بشامي. أنت جاي تشتري جواري يا شيخ حسن؟ ثم أنت يهمك فلوس؟ أنت راجل على قلبك قد كده، دلع نفسك. يا صباح القشطة وصباح اللي بتغني وبتقول ساعات ساعات واللي جاي أحسن من اللي فات. لا لا بلدي قوي اللي أنت بتعمله، إيه القرف ده؟ إيه بلدي إيه؟ يالا بص بص بص، دي بتضحك هناك إيه؟ دي بتضحك عليك يا أهبل. لا يالا بط، يا دي السنارة قمست. غمزت؟ اه غمزت هنا هيك اهي. اه غمزت.
ايه يا ريس الشياكه دي كلها؟ يا ابني مش مهم البدله، اه المهم الحشو اللي جوه. صح والله ما شاء الله، عيني عليك برده يا باشا، لابد من قراءه المعوذتين. والله ما عرفتكم بعد ما نضفته. ايه ده؟ ده دول كمان؟ ايه يا بنت الحلاوه دي؟ والله يا باشا احنا كنا عاوزين سعادتك في حكايه كده يعني، اتكلمنا فيها. احنا تهمنا قوي. وعاوزين يعني تلات اربع ايام راحه كده يعني اذا امكن. عايزين تقعدوا هنا يعني؟ لا انا ماليش دعوه بالعيال دي، انا عايز امشي، عايز ارجع مصر. انا كنت مع ابو القاسم، احنا مش هنقدر نمشي من هنا غير بعد العيد. الحمد لله الدعوه استجابت. طب يا باشا طالما بقى هنمشي بعد العيد يبقى نستأذن بقى احنا. على فين؟ هنروح نشم شويه هوا. هتشموا شويه هوا ولا شويه نسوان؟ استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب العظيم، انا مش معاهم يا باشا. ولا انا. طب الواد تهام اللي قاعد فوق في الاوضه لوحده ده مرزوع. خلاص يا باشا انا هطلع اقعد مكانه شويه. طب يلا بس مش عايز مشاكل. حاضر حاضر يا باشا. يلا بفضلك. بس انا اول ما جيت يعني كنت بدور على البطاعات اللي هي بتتعمل في البطوع كده، لان بيبقى انا عندي المجموعه كلها بس هو ناقص واحد. لا عشان ده اساعدك في شيء يا استاذ؟ اساعدك في شيء؟ لا تكرم. اهو يا استاذ. مظبوط وصل. مظبوط عيني. ثواني وتكون عندك. اهلا اسعد بيك، شرفت الاوتيل. ما توخذنا، ما حطينا لك مراسم ولا فرشنا لك الارض رمل. الله يخليك يا ريمون بيك يا معلمي يا تاج راسي. انت بتعرف انه مرتي مريضه وما حسين تخليها لوحدها لحتى امنت حدا يقعد جنبها. بعدين اجيت فورا على الاوتيل، انت بتعرف الدنيا عيد وفي زحمه. لك شو لي علاقه بالزحمه وبمرتك؟ روح غير ثيابك ولا تورجيني وشك. يلا مشان الله مشان الله، انا عم بشتغل هون مشان طحمي ولادي. لك شو فاتح لك جمعيه خيريه عندي انا؟ ايه يا ريمون؟ ايه الافتراء بتاعك ده؟ الراجل بيقول لك عنده ظروف اخرته. عفوا ناجي بيك، انت ما بتعرف الاشكال هي. ما تسيبه ياكل عيش، الراجل باين عليه محتاج. يلي بدك يا ناجي بيك. والله لو انا ناجي بيك ما رحمتك والله. القهوة من عيوني يا استاذ. ما تزعلش يا اخ. الله يطول عمرك ويخلي لك ولادك ويديمك فوق راسنا يا رب. اسم الكريم ايه؟ انا اسمي اسعد، اسعد سعادة. عندك اولاد؟ عندي اثنين، سعيد كبير وسعاد صغيرة. سعيد وسعاد وانت اسعد، ده ايه السعادة اللي انت عايش فيها دي؟ يا ناجي بيك انا صحيح اسمي اسعد بس بعمري كله ما دقت طعم السعادة. لا حول الله. انا بشتغل مع الحكومة بالكهرباء حتى الساعة 3 بعد الظهر، وبعدين بيجي لهون على الاوتيل بيشتغل حتى الساعة 11 بالليل. هلا ده انت على كده بتروح البيت مقتول. ناجي بيك انا ما بشوف البيت، لاني انا بخلص شغلي هون بالاوتيل 11 بالليل وبوجهي فورا على النايت كلوب بشتغل فيه قرصون حتى الصباح. اسعد. نعم نعم تحسين بيك. اسمعي يا اسعد. نعم. قل له لابنك يبعد عن بنتي نور احسن ما يجيب اخرته. خير خير تحسين بيك، شو صاير؟ طيب اذا نحن كنا وافقنا على الخطبه وانا بالاساس ماني موافق، اتصل معه لهون بنتي واقفه مع رفيقه بالجامعه، شو له عندها حتى يبهدلها وشرشحها؟ اسمعي يا اسعد. نعم. انا بطلت وما بدي هالجوازه، عم تفهم؟ ما الواد له حق طبعا، دمه حامي، شايفها واقفه مع رفيقها، عايز يسكت؟ من وين؟ عفوا يا اخ، انت شو لك علاقه حتى تتدخل بالحديث؟ انت بنتك توافق مع مين؟ مع رفيقها. رفيقها يا عمي. انت كمان موافق؟ شوف يا اسعد. نعم. انا حذرتك وهذا اخر كلام بيني وبينك. مين ده؟
بقول لك يا ريمون، هما بيصوروا ايه هنا؟ برنامج التلفزيون السوري. ودي ممثلة؟ لا، هي مدام كاميليا صبحي، ست مصرية وهم كتير تبع الأمم المتحدة وناشطة من ناشطات السلام. ناشطة؟ فعلا ناشطة، ناشطة قوي. وكيف بتشوف الدكتورة كاميليا الموقف السياسي بالمنطقة؟ والله قبل ما نتكلم عن الصراع العربي الإسرائيلي المفروض إن احنا نتكلم عن التمزق والتشتت والتفكك في المنطقة العربية كلها. بصراحة الحكاية ببساطة شديدة جدا، إن دول واقعين مع دول ودول جايين عايزين يخلصوا على دول، أهم دول بقى جايين عايزين يساندوا دول، مش علشان حبا فيهم ولا حاجة أبدا، دول بس جايين عايزين يوقعوهم، هادي الحكاية. شكرا جزيلا دكتورة كاميليا، شكرا. مساء الخير يا دكتورة، تسمحي لي أعبر لك عن إعجابي الشديد بكل كلمة قلتيها؟ أنت لخصت القضية حقيقي، يعني لخصت القضية تماما، خصوصا في الكام جملة الأخرانيين دول. ميرسي أوي. أنت مصري؟ أنا ناجي عطا الله، راجل أعمال مصري. تشرفت لي. تسمحي لي أعزمك على العشاء؟ أنا أسفة جدا، ما بتعشش. لا 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 لا، قصدي شوية بيضات غنم، حاجة خفيفة كده. وبعدين هقول لك على حاجة، أنا أصلي ما بحبش آكل لوحدي. أمال الفرقة بتاعتك راحت فين؟ فرقة إيه؟ أنا شفتكوا دخلتوا الأوتيل مع بعض. ولادك؟ لا مش ولادي، لا أنا مش متجوز. دول فريق تايكوندو جايبهم هنا عامل لهم معسكر تدريب. أنت مدرب تايكوندو؟ لا أنا مش مدرب الحقيقة، أنا بصرف على الفريق. أنا الراعي الرسمي. يعني حاجة كده بنعملها عشان مصر. والله شيء جميل. جميل إن الواحد يكون عنده اهتمامات عامة. في زمن ما حدش بيفكر غير في نفسه بس. ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. هو جوز حضرتك معاك هنا في اللوكان ده؟ لا. طب كويس. قصدي يعني ما جاش معاك ليه؟ لا احنا منفصلين أكتر من 10 سنين. حمار. نعم؟ أيوة حمار. حد يبقى في إيده جوهرة زي القمر زي حضرتك كده ويفرط فيها؟ طب عليا الطلاق بالتلاتة اللي اتعشى سوا. ناجي بيه. بلا بيه بلا تي، قولي لي ناجي على طول. انا هاكلك بيضات غنم. بيضات غنم كويسه قوي. يلا كيمو. ايه العجيب اللي فيا؟ حاسه كاني اعرفك من زمان، مع ان احنا ما اتقابلناش غير من 3 ساعات بس. عارف أنا قعدت متجوزة 15 سنة، وطول الوقت ده كنت حاسة إن الراجل اللي أنا متجوزاه ده شخص غريب عني. وسبتوا بعض ليه؟ ما تفكرنيش. ظبطتيه مع واحدة؟ هو مفيش غير الجنس والخيانة اللي تخلي الراجل يسقط من نظر الست؟ أمال إيه؟ طلع حرامي. حرام، سرق 20 مليون جنيه وخرج بيهم برا مصر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وده كنت عايشة معاه ازاي ده؟ شفت بقى؟ يمكن حصلت له ظروف مثلا. ظروف ايه؟ لا مفيش أي مبرر للسرقة خالص. وبعدين أنا لما عرفت إنه هو اللي سارق أنا اللي بلغت عنه. لا إله إلا الله، تو قبضوا عليه؟ وهم الحرامية بيتقبض عليهم اليومين دول؟ ربنا يسمع منك يا شيخة. تقول إيه؟ يعني بصي، أنت ست ما حصلتيش، وأنا سعيد جدا إن أنا قابلت واحدة زيك. والله أنا الأسعد إن أنا تعرفت على راجل أعمال شريف زيك. ألو؟ أيوة؟ ايه ده معقولة؟ امتى حصل الكلام ده؟ ايه حصل ايه؟ سرقوا بنك ليومي في اسرائيل والدنيا مقلوبة. وعلى صعيد اخر، صرح عضو في الكونغرس الامريكي
بأن أمريكا ستساند حليفها الإسرائيلي بضخ أموال لتعويض ما نهب من البنك والذي يقدر بحوالي 20 مليار من الدولارات. 20 مليار؟ 20 مليار إيه؟ 20 مليار إزاي؟ دول عايزين تريلا عشان يشيلوه. أنا موافقك تماماً يا ناجي، تماماً. كل اللي بيتقال ده هو مجرد تحرش بحزب الله وحماس علشان بس يدوروا على مبرر للحرب قدام المجتمع الدولي. أنا ما استبعدش أبداً أبداً إن المخابرات الأمريكية لعبة دور كبير جداً مع الموساد علشان يعرفوا يدوروا على أي سبب يضربوا بيه كل حركات المقاومة وثورات في الوطن العربي. تتجوزيني؟ ها؟ تتجوزيني؟ أنت بتقول لي يا ناجي؟ أنت مجنون؟ إحنا لسه متعرفين على بعض دلوقتي؟ أنا بقى مجنون لو ستك تروحي من إيدي. أنت الست اللي بدور عليها طول عمري. إحنا نلبس الدبل هنا في سوريا ونتجوز لما نروح مصر. انت اكيد مجنون. ايه يا بابا، طمني عليك، انت كويس؟ يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. الف مبروك، الف مبروك يا حبيبي. انا كويس طبعا، الحمد لله، انا الحمد لله كويس. راجع مصر امتى؟ انا راجع بعد العيد ان شاء الله. معلش بقى، أول عيد ما نقضيوش مع بعض، بس خلاص مش هنسيب بعض تاني أبداً. حتى التمرين في النادي هنروح ونجري سوا. أنا بحبك قوي، بحبك قوي قوي قوي. لا إله إلا الله، الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيك يا نضال. إيه ده؟ إيه؟ أنا واقف إيريال ولا إيه؟ أنا آسفة يا باشا. إيه أنت وهي؟ فرحة بس. فرحة ايه؟ هتبقى انتوا وريمون. يلا مش تتوهي من هنا، يلا. شكرا يا باشا. ايه حبي جميل. انا عمري ما خدت في حياتي حاجة هزار، حياتي كلها بجد بجد. الهزار اللي بعمله ده كان كاموفلاش عشان ايام تعدي ونخلص. انا طول عمري ما كنتش لاقي حاجة اهتم بيها، دلوقتي لقيت الحاجة اللي اهتم بيها. أنا لما قابلتك يا كاميليا حسيت إن أنت الإنسان اللي ممكن نقعد مع بعض، نتغابى مع بعض، ونعاكن على بعض في الأيام اللي بقية. ده كلام حب جديد خالص. والله ما خدت بالي. يا تهامي مالك؟ لا ابدا مفيش يا باشا، احنا بكره راجعين الساعه كام ان شاء الله؟ النهارده الساعه 6. طب استاذن سعادتك يا باشا، اسبق انا النهارده وتحصل لي بكره. ليه في ايه؟ لا ابدا يا باشا، اصل انا يا باشا كلمت نوسا و ايه وايه؟ تقدم لها عريس وابوها مصر يجوزوها لها غصب عنها. يعني هو هيجوزها لها الليله دي؟ لا طبعا يا باشا، بس أنا خايف يرتبط معاه بكلمة وما يعرفش يرجع فيها. لا ممكن أو يرجع في كلامه. اسمع يا تهاني، أنت سبت مصر بعد ما أنت راجع لها دلوقتي. الفلوس اللي معاك تخليه مش يرجع في كلامه؟ لا، هجوزك نوسة، ولو طلبت كمان إيد أم نوسة مش هتأخر عليه. طبعا من حق كل واحد انه يكون له حياته الخاصه. انا مفيش حد في حياتي غيركم، مفيش. عشان كده لما ازعق بزعل، اشخط، اشد عليكم، لازم كمان تعرفوا ان انتوا كلكم بالنسبه لي كل حاجه. والله العظيم ثلاثه، انا ما طلعت العمليه دي يا باشا الا عشان بحبك انت. انت حبيبي يا باشا، ما تزعلش مني. انا عمري ما ازعل منك. باشا
باشا انا بحبك قوي يا باشا. انا بحبك يا معلم. اخوك كبير اهو يا ناس يا ناس يا ناس اهو يا معلم يا بركة دعك يا ابو الغوالي هو ده يا معلم يا معلم. ايه مش عارف يا جماعه اعمل ايه مع الولد ده. ها 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 ايه ده كلشينه تلعبوا مايسر. مايسر ايه يا شيخ حسن يا اوفر بس بقى يا شيخ حسن. ايه بنضيع وقت يا شيخ حسن مالك؟ ولما تحبوا تضيعوا وقت تلعبوا مايسر. الواحد حاسه ماشي والكوميدا اهو. حلوه يا ولا حلوه يا ولا. ايه ده عبيط ده كومي؟ اه انت حرامي انت بتلعب من كومك. الكومي نزل قبل كده يعني غشاش وعبيط. دي رابع مره تنزل الكومي من ايدك. انت بتقول يا ابراهيم رابع مره؟ رابع مره تهامي. يا نهار اسود انت حرامي رسمي يا ابراهيم. وانت ساكت له ليه يا تهامي؟ ما كنتش واخد بالي. اضربه يا تهامي. يا نهار اسود بقى هتعمل ايه؟ مش تعمل ايه؟ مش تعمل ايه؟ مش بقول لكم ايه؟ بقول لكم ايه؟ لعن الله الميسر ولعنيه. ما انت شايف؟ شايف ايه؟ اهو الميسر كان هيوديكم في داهيه اهوت هيخليكم تشبكوا مع بعض. لما تحبوا تلعبوا بجد العبوا حاجه تعملوا فيها مخكم تشغلوا فيها دماغكم مش اي حاجه كده. ايه ميسر يا اخي العبوا استيميشن مثلا. استيميشن تحس تقول لي شيخ حسن انت بتعرف تلعب استيميشن. اعرف العب استيميشن ده ايام ما كنت في السجن. ما تفكرنيش يا حسام. إيه؟ يا سلام كانوا الضباط يبدلوا عليا النبطشي عشان العبهم استيميشن. طب اقول لك على حاجه؟ قول لي. عارف هم كانوا مسميني ايه؟ ايه 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 حسن استماعي. راجل من الراجل هلاك. انا بقول لك يا كبير الفلوس دي مش هتقل قيمتها ليه؟ عشان مرشوشه دواخل. مرشوشه ايه؟ دواخل. دواخل اه. ده شيء والله العظيم ما هتيجي. طب تقدر تقول لي هم عرفوا ازاي مكاننا في سوريا؟ تقدر تقول لي هم عرفوا ازاي مكان مكتب ابو القاسم؟ احنا نفسنا ما كناش عارفين ان احنا هنروح هناك. يا باشا دي بتبلغ عننا، دي جاسوسه. اسكت يا ابراهيم بقول لك اسكت. ايوه عشان كده يا كبير هي ما خلتش حد من عند ابو القاسم يوصلها. اه ما هي واخده الطريق ياسا وعارفاها. الولايه دي من ساعه ما هبقت علينا وانا شاكك فيها. وانا كمان شاكك فيها من الاول، دي جاسوسه، والله جاسوسه. اسكت يا ابراهيم. ناجي راح فين؟ ناجي كنت فين يا كاميليا؟ انا اسفه يا ناجي، انا عارفه ان انا قلقتكوا عليا بس والله ما هو ذنبي. الاخ باسبوره كان منتهي، اضطريت اروح للسفاره المصريه علشان اعمل وثيقه سفر جديده. لولا علاقتي القويه مع السفير والله ما كانوا هيعرفوا يطلعوا له باسبور ولا يعملوا له اي حاجه ويسافر معانا. اتفضل. ورحمه ابوي انا لسه بقول لهم ان مدام كاميليا دي ما فيش زيها. اصل حصل شويه كلام ولغط كده بس انا وقفت لها. وانت على ايدي مدام كاميليا بوسها. ايه اصلها بتفكرني بخالتي الله يرحمها. الله ينور يا اسطى. الله يبارك لك يا كبير. ما هو اصل لا مؤاخذه طالما البيت فيه رجاله الامر ما يستغناش عن مبواله. انا في رايي عبد الجليل تستثمر فلوسك في السباكه. والله يا باشا هيكسب ذهب.
انا عايز اعرف بقى انت سباك ولا حداد ولا ميكانيكي؟ ما هو يا كبير لا مؤاخذه انا ما بخشاش من اي حاجه، بخش فيها بصدري كده على طول. ما هو طالما المخ نضيف الايد ما تعطلش. يا عيني يا الواد ده فيلسوف على فكره. شوف، طول ما المخ نضيف الايد ما تعطلش. عبد الجليل بيومي، انا حاسس ان انا بكلم توفيق الحكيم. الحكيم في انهي حته دي يا كبير؟ في مستشفى العمرانيه. ويلا خلص بقى، العيال هتعملها على روحها. هي كده قضيت على الفرفره الطياري. بس انا شايفها لسه ما نشفتش. يا كبير خلي الرجاله تفك حسرتها، وبعدين اصل انا مشبط الدكر على النتايه ومزود الجبس على الاسمنت عشان خاطر تشك بسرعه. نهارك زي الفل، صباحك زي الفل. الله يبارك لك يا كبير، كده جبرنا الحمد لله. وبقى لي ايه شنكره في البربور؟ لك يا لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه يا أستاذ سعد؟ مين مات؟ البقاء في حياتكم. حياتك الباقية في مين؟ أبو القاسم تعيش أنتم. أبو القاسم مين؟ أبو القاسم. أبو القاسم. أبو القاسم أبو القاسم؟ آه هو أبو القاسم. ماله؟ مات الله يرحمه يحسن إليه. أبو القاسم اللي جاي ياخدنا مات؟ مات الله يرحمه يحسن إليه. الله يرحمه ويحسن إليه نحن. ماجد يقول أبو القاسم كان يفطر بمطعم بالكرارة. داخل عليهم مطر سكر. صاحب الماطور لابس حزام ناسف، فجر نفسه ببسط. وهو أبو القاسم كان لازم يعني يغير ريقه على الصبح، ما كان يجي يفطر معانا هنا. قدره مكتوب للسرناج. قدره مكتوب علينا احنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل اللي لينا في العراق اتكل على الله. نجي باشا، نجي باشا، نجي باشا. الساعة بقت 6:30، أبو القاسم وصل ولا لأ؟ وصل فوق. طيب اطلع سلم عليه بقى. تعالى يا اهبل، ابو القاسم وصل فوق خالص، فوق، انتقل الى الرفيق الاعلى. ايه؟ مات؟ مات. مات خالص؟ مات خالص. ازاي؟ مات ازاي؟ مات ازاي؟ مات ازاي؟ مات بحزام ناسف. شو بقى يا استاذ سعد؟ انا رايي بدم ابو القاسم توفى، واحنا ملناش حد غيره هنا. أنا بقول بقى نستقر هنا في العراق ونشتري بيت حلو كده، وشكل كده هرشح نفسي في الانتخابات بتاعة مجلس الشعب، بيقولوا بيدوا فلوس جامد يعني. ها يا ناجي، أبو القاسم وصل؟ بترد يا أستاذ سعد؟ هو أنا هندب لوحدي؟ إيه الأخبار؟ أنتوا كلمتوا أبو القاسم؟ كلمناه، لقينا رصيده خلص. أبو القاسم رصيده خلص من الحقيقة كلها، أبو القاسم مات. خلاص. أنت رجل صاحب فضل كبير علينا، أنت خلصتنا من الورطة، أنا راح أخلصكم من هاي الورطة الكبيرة. أنتم رايحين لمصر بعناية الله، أنا راح أوصلكم على مصر إن شاء الله. ورطة إيه يا نيك؟ إيه في إيه؟ ورطة إيه؟ وإحنا هربانين من حاجة؟ هو بيتكلم على ورطة أبو القاسم يعني. أيوة يعني أنا مش فاهمة، في إيه نطلع المطار نقطع التذاكر ونسافر فيها إيه دي؟ لا لا، مثل هيك ظروف صعبة ما ممكن توصلون مطار بغداد. أنا راح أطلعكم على طريق الشمال اللي هي أقارب بالموصل، ومن الموصل إن شاء الله على أربيل، ومن مطار أربيل تتوكلوا على الله تروحوا من مصر إن شاء الله. نروح الموصل، من الموصل على أربيل، وإحنا هنا بغداد هنعمل سياحة في العراق صح؟ فد يوم جاني وزير بالحكومة. وزير؟ وزير. وزير. منزعج، قلت له شبيك؟ قال لي عمري 74 سنة وأطلع تقاعد. قلت له لا تدوخ، الموضوع يمي. سويت له هوية أحوال مدنية جديدة، أوراق رسمية كلها جديدة، وسويت عمره 54 سنة وجددوا له بالوزارة. ده أنت لو اشتغلت في مصر هتبقى مليونير. وحياتك يا دكتور، انا ليا طلب عندك. اؤمر استاذ. عايز وثيقه جواز رسميه.
سهلة، غالي والطلب رخيص. وثيقة الزواج هاي مال طلاق. طلاق ايه؟ وثيقة الجواز. زواج؟ اي هاي. العفو استاذ، اسم المحروسة يعني الزوجة. كاميليا حسين ابو المكارم. كاميليا حسين ابو المكارم. والزوج؟ انا. يعني محمد سعيد جاسم؟ لا، انا ناجي، ناجي محمود عطله. ناجي محمود عطله. رائد. نعم دكتور. اخذ هذه القسيمه مال الزواج وسوي لي اياها بسرعه. العفو، ايش وقت تريد اخلي تاريخ الزواج؟ من 15 يوم. 15 يوم. سمعت؟ سمعت. يلا تأمر دكتور. هذا شلون كلام؟ ابو القاسم قال لي انتم متزوجين انت وكاميليا. ما اصل احنا اتجوزنا في سوريا، فانا خايف للوثيقه تطلع مزوره. هنا اضمن. افارم عليك استاذ. صحيح اكو ناس ما عندها ضمير وممكن تزور. اي ممكن تزور. استاذ ناجي، تحب اسوي لك شهاده ماجستير دكتوراه وباي بلد بالعالم؟ انت بس اؤمر. تدري انت يعني نص الوزراء عندي زباين. اسوي لك شهاده دكتوراه فوق البيعه ومجانا. دكتوراه يا ولد. استنى بس، دكتوراه ايه؟ دكتوراه في ايه؟ بلي عجبك. طب هندسه، صيدله، بيولوجي، سايكولوجي. انا عايز دكتوراه في الفيمتو ثانيه. نعم فيمتو ثانيه. فيمتو ما سامع بيها من قبل. طيب خليها في الجراحه، دكتوراه في الجراحه. في الجراحه. اي اسوي لك شهاده دكتوراه من ادنبره وباسم ناجي عطله وبالجراحه. رائد. يا كيمو، ما تفردي وش كمار. في ايه؟ ده احنا رايحين اسطنبول وفي اجمل من اسطنبول. ناجي ارجوك تفهمني، انا من ساعه ما اتعرفت عليك وانا متجرجره وراك من هنا لهنا، ما اعرفش ليه. والنعمه الشريفه بحاجة. بليز ما تغيرش الموضوع. ده هو ده الموضوع. انت مين يا ناجي؟ ومين الولاد اللي معاك دول؟ دول بينفذوا أوامرك بالحرف الواحد. إيه؟ أنتوا عصابة وأنت زعيم العصابة ولا إيه؟ صدق إنك أنت جرحتيني بالكلام ده. بطل هزار يا ناجي. أنت اللي تبطل هزار. بص بقى، أنا ما أحبش الست اللي تقعد تناكب جوزها كده ليل نهار. جوزها؟ أنت بتتكلم عن مين؟ أنا وأنت. بطل استعباط أرجوك. لا أنت بقى اللي تبطلي استعباط. انت مش بتعرفي تقري. خدير ايه ده؟ دي قسيمة جوازنا انا وانت. يعني لولا ان انا وانت في طيارة كنت قلت لك هاتي شوية مية وملح ودعكي لي رجلي. الشهادة دي مزورة. دي امضتك ولا مش امضتك؟ امضتي بس برضو مزورة. يعني انت مش عايزة تتجوزيني؟ ناجي انا منكرش ان انا معجبة بيك ومستريحة لك، بس برضو الفترة اللي احنا قضيناها مع بعض دي فترة قصيرة جدا علشان اتخذ فيه قرار مهم بسرعة دي. سرعة ايه؟ ده احنا ليل نهار في وش بعض. وبعدين اقولك على حاجة، احنا نجيب اللي ورا قدام. احنا الاول نتجوز وبعدين نعمل خطوبة وبعدين نحب بعض وبعدين نتعرف على بعض وبعدين كل واحد بعد كده يروح لحاله.
وبعدين يعني الورقه دي لو ما كانتش عاجباكي بلاش، وحار ونار في جتة الدكتور اشلاجه بتاعهم ده. احنا نعمل ورقه تانية. عرفي؟ عرفي؟ هو انت لا عاجبك عرفي ولا عاجبك رسمي؟ ده ايه الوليه دي؟ مش فاهم. نجيب جوزها بقى يا ابني. بتبلبع ايه؟ ده مناوم 550 مللي، تاخد واحده تنيمك اربع ساعات وتلت. امسك خد عشان اصحى الاقي نفسي على طول في مطار القاهره. انا بترعب من الطيارات. زاهر انت ما بتترعبش من ايه يا حبيبي؟ خد جرب واحده. لا مش عاوز يا ابني واحده عشان تصحى تلاقي نفسك في مصر. لا لا نفسي في مصر ايه يا عم؟ انا محتاج دماغي دي، انا ورايا مشاريع لسه عايز اقعد اوضب فيها. بقول لك يا عبد الجليل، انا بفكر اول ما انزل القاهره اشتري اسهم في البورصه. بص يا ابراهيم، بص الولايه الكبيره في السنه دي، الاجنه دي، بص لابسه حته دين قميص فسكوز ما اقولكش نضيف، تشم منه ريحه الصابون. ناس عايشه ومدلعه نفسها يا عبد. والله العظيم ثلاثه لما اروح هجيب حته فسكوز زي دي لام الغوالي. ده هيبقى شكله زباله على امك. جرى ايه؟ جرى يا ابراهيم؟ الله ضم عبد الجليل يا ابراهيم. ام الغوالي يا ابراهيم مالك في ايه؟ الله ايه اللي جرى يعني؟ ده المقص اللي ام بيطيروا ضفيرها كده بالدنيا وما فيها. الله. يعني ايه؟ ايه؟ يعني ايه؟ بقول لك يا ابراهيم ما تخشش انت في الحتت دي. عارف يا شيخ حسن؟ صدق الله. انا كان نفسي كده اخش على امي كده بايديا حاجه، يعني اخش بفلتاكور ببربوطه بسكريكش كده، اي حاجه كده اخش عليها بيها. يا عبد الجليل الحجه اللي انت هتحججها لها دي بالدنيا كلها دي ثوابها وثوابك عند ربنا كبير قوي. اه ربنا يسمع منك يا شيخ حسن. بقول لك ايه؟ رضا الام من رضا الرب، ربنا يبارك لك فيها يا شيخ. يا رب. اسمع عبد الجليل، السوق الحره في مصر فيها كل حاجه، ان شاء الله لما نوصل بالسلامه بخطف لها اي حاجه من السوق الحره. اه هجيب لها قروستين اجنبي. اه برضه تنضف صدرها. هي بتشرب ايه؟ قص. ربنا يخليها لك يا رب. بص بقى قبل ما احط اللقمه في بقي، ايه الموضوع اللي انت مأجله من اول ما اتعرفنا على بعض؟ وكل ما اسالك عنه تقول لي بكره لما نوصل مصر. ادينا بكره هنوصل مصر، ايه الموضوع؟ بص يا كاميليا، انا كنت بشتغل ملحق اداري في سفريتنا في تل ابيب، قعدت 4 سنين هناك. من اول يوم حطيت رجلي في تل ابيب لا احد يهرب. قصدك يعني هم ال انتوا مش بعتوا للمصريين قلت لهم ان في رهائن مصريين عندكم هنا ولا انتوا نسيتوا؟ بعتوا اه، وطلبتوا برضو مليون دولار على كل واحد فينا؟ بالتاكيد. على خيرة الله، على خيرة الله. هو تلاقي بس الحكومه تعمل مشاورات بس انا تلاقيها وصلت لرئيس الحكومه، رئيس الحكومه عمل لجنه واللجنه عملت طبعا لجنه ثانيه، بس كان في اعتراض تلاقي مثلا لان عندنا اللجان يعني شويه، بس هيوصلوا الحل ان شاء الله، مش هيسيبونا يعني باذن الله. ف يعني مش عارف انت بتبص على ايه؟ بتبص على ايه
الراجل واقف وانت متنيل على عين اهلك ومخطوف، بتبص على ايه؟ اصل الحبايه السمراء دي بيبقى لها طعم تاني خالص. مين؟ الحبايه السمراء. حبايه السمراء تاني. حبايه السمراء تاني. استعدوا سيتم الافراج عنكم. هي الحكومه المصريه ارسلت مندوب بالفديه. استدعي بالله انا مش عايز امشي من هنا. ومين سامعك؟ تعالوا معايا علشان تقابلوا المندوب ويتم التسليم. يلا. أنا مش متصور إن الحكومة المصرية تهتم وتسأل علينا كده. لا وإيه؟ بعتلي كمان باجت عبد العزيز؟ أنا ما كنتش حاسس إن إحنا عزاز على مصر بالطريقة دي. إزيك يا باجت؟ أنا مش باجت يا سيادة العميد. شفت؟ بدام عارف عميد وعارف إن أنا خرجت عميد تبقى أنت باجت. على مو مش مهم، المهم إنك أنت مصري. آه، المهم إن أنا مصري. أنا العقيد فؤاد الدولة. فؤاد الضوي، فؤاد الضوي يا راجل، ده انا عارف دفعتك كلها. لو كنت يعني انت ناس افكرك. اه هشام الشلقاني وعبد الرازق حلمي وعز الدين امام وعادل عسيلي و... ها وطبعا فاكر اللي هو حسين توفيق، ده اللي مره قدر الدفعه بتاعتكم كلها. اه امال اللي هو حسين توفيق ده كان راجل عنيد قوي. ها بس كان طيب، هو كان دمه خفيف الحقيقه. يا سلام على اللي هو حسين توفيق، ده كان من ابطال حرب اكتوبر العظام. الراجل ده عمل عمايل شيب اليهود، شيبهم الله يرحمه. اعتقد ان احنا الراجل ده يستحق مننا اللي احنا نقرا الفاتحه على روحه. امين. مشاهده، الناس دول مش مصريين، دول موساد إسرائيلي. شفت؟ هما دول الموساد، يتخطوا حدودهم ويطمعوا في حدودك أنت، والبجاحة يرفعوا في وشك السلاح، يهزوا هيبتك قدام أهلك وناسك ورجالتك. نزلوا سلاحكم. في إيه يا ناجي؟ احنا هندفع لك فيهم قد ما المصريين هيدفعوا اكتر، ده اذا المصريين دفعوا اصلا. هتدفعوا تحت تهديد السلاح؟ نزلوا سلاحكم. ما اعتقدش هيفيدوك في حاجه، اللي هتفيدك هي الفلوس اللي خطفتهم عشانها. فلوس الدنيا كلها ما تسويش انك انت ترفع السلاح في وشهم. في ايه يا نجي؟ نحن لا نسعى الى المال، انما لنا قضيه نريد ان يعرفها العالم كله. واحنا بنعرفها كويس. بس ما تعرفوش الكرامه. نعم، مثل ما قال، أنتم لا تعرفون الكرامة. إلا الكرامة، إلا الكرامة. يا تهامي؟ لا لا، امال جاي تعمل ايه؟ هجرب. انت جاي تجرب في رجلي؟ اوعى. سيبنا ابراهيم. اسيبك ايه؟ اوعى. سيبنا ابراهيم. سيبنا ابراهيم. سيبنا ابراهيم. انت حمار. يا لا انت حمار.
سيبنا ابراهيم بقى. الله يخليك في الدنيا. عارفه يا جوجل لو بتتكلمي عربي ده انا كنت قلت لك كلام عمرك ما سمعتيه. ده انا مش بعيد كنت اقول فيك الشعر لاول مره في حياتي. اتكلمي قولي ابراهيم. ما انا هتكلم واقول بس اجوجا. انت بتتكلمي عربي؟ ايه ابويا اوشادة عاشت في مصر كتير، هو كمان علمتني احب مصر واحب الناس بتاعت مصر. ده الناس بتاعت مصر هتحبك وهتموت فيك. انا كمان احب افلام بتاعت مصر. انت تحبي افلام بتاعت مصر؟ شفتي حين ميسره؟ لا انا احب زوزو. زوزو مين؟ خلي بالك من زوزو. خلي بالك من زوزو. انت تحبي خلي بالك من زوزو. يلا قولي الشعر بتاعك. شعر هقول لك شعر هنقول احنا لسه حبايب يوه ما خلاص قلناه. هنقول ان قلبنا دايب يوه ما خلاص قلناه. دي شعر ابراهيم؟ لا دي قصيده. الحمد لله على السلامة يا ابراهيم. انت عملت ايه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا جوجا. يا جوجا انت صاحبتي قبل كده؟ متى تعني يا ابراهيم؟ أعني إن هل كان لديك أي علاقة مع الشاب من قبل؟ لا لا أجوجا أنتوا الجواز عندكم هنا في القبيلة نظامه إيه؟ أجوجا ماشي. إيه يا إبراهيم مالك؟ لا مفيش حاجة، دي إصابة ملاعب خفيفة وكله تمام مفيش حاجة. طب وأنت عايز إيه؟ أنا بقول أنت كبرنا وعمنا وقاعد مع كبرنا وعمنا وأنا بصراحة ما أقدرش أعمل حاجة من غير موافقة سعادتك. عايز إيه؟ أنا نويت أكمل نص دين. نويت تكمل نص دينك؟ أنت بتتكلم جد؟ والله. مين؟ أجوجا. أجوجا بنت السيد أشادة؟ أجوجا بنت السيد أشادة. أنا موافق. على خيرة الله، وبالمرة نجوز الواد حسام على نضال ويعني الله. طب ما حضرتك يا باشا ومدام كاميليا ما تتجوزوا معانا بالمرة. والله فكرة برضو، يبقى دخلة واحدة لينا كلنا. يلا. هو بس في مشكلة. ايه يا باشا؟ هنجيب منين السموكينج بتاع الفرح؟ بالرفاية والبنين ألف مبروك. تفضل يا
ايه ده؟ هذا مشروب الزفاف. مشروب الزفاف. عبد الجليل خد ايه؟ خد كمل دول. ماشي. ايه ده يا ابراهيم؟ ده عصير فياجرا صومالي. يلا. الشيخ حسن عندك؟ يعني ليلة دخلتي في الصومال على بنت زعيم قبيلة في كوخ والشيخ حسن هيبقى جوه بيعمل ايه بمنظر اهلك ده؟ ولا زاهر؟ قول لتهام ان عبد الجليل مستنيه بره. امشي يلا من هنا. امشي. يلا بقول لك ايه؟ امسكني. ما تجيش تاني. يلا. انا مش مصدق نفسي. والله العظيم ما مصدق. معقول ان انت تتجوزنا؟ مصدق. بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي. عارفة يا نضال؟ أنا عمري في حياتي ما كنت متخيل إن أنا ممكن أتجوز لحد ما قابلتك. وأنا كمان عمر ما في راجل ملا عيني غيرك. طب عايزك توعديني بحاجة. قول إيه هي؟ مش عايزك تخافي من أي حاجة في الدنيا طول ما أنا معاكي. ياما! ياما يا لهوي ياما لا! ياما ياما ياما! ياما إيه ده؟ ايه ده يا حسين؟ ايه ده يا ابو ده؟
اجري يا بنت. طب تعالى اجري يا بنت من هنا. ولا انت مش عارفك بنتي ولا انا الطيب. انا بقول لك انت اجري يا بنت. الله يعافيك وجبت ايه ده قرد لو يما حسام بنتي خلاص. حسن عندك يابا يابا. طب ولا زاهر اوبا ايه ده؟ ايه ده زاهر؟ صحيح الغربة ما بتعمل. تعال يا زاهر. بتاع اللي انا شربته ده لازم نبقى ناخد معانا شوية مصر. تفتكر جوازنا ده حلال يا نادي؟ اه طبعا حلال. ده الشيخ حسن هو اللي كاتب الكتاب وفي شهود. يعني اسلامي اسلامي يعني رسمي واسلامي وشرعي وافريقي كمان. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، الجواز اساسه الاشهار، وديك شايف القبيله كلها فرحانه بينا وزفونا ورقصونا وما فيش بعد كده يعني. بس الجواز مش اشهار بس. طيب قدري بقى اللي انا شارب سلطانيه دي زفاف قزح واحده ها؟ خليك لطيفه ما. انا عارف ان القرار صعب وانا واثق فيكم، وعارف ان جوه كل واحد منكم قلب طاهر ونفس طيبه. اخترت نضال يا باشا. انا معاك يا باشا، حتى الواحد ما يأمنش عن نفسه والفلوس دي كلها معاه. ربنا يجعلهم في ميزان حسناتنا، وهي صدقة كبيرة تمنع بلاء كثير. تخيرك عليا يا باشا، أنا غلطان، أنا معاك يا باشا. أنا كنت عايز أحجج جملة بيك. بس انا كنت نادرها يعني. هنحددها لك يا عبد الجليل. يعني انا اللي هطلع نادلك للاخر؟ خدهم يا باشا، الفلوس دي منظوره من الاول. كل الفلوس رايحه لاهلك، كلمه في شقه في عربيه بالجزمه. اوعى كده لما ابوس الباشا. تعوض ان شاء الله. جماليا انا عايز الفلوس دول يروحوا للناس دول، ما يروحوش الناس دول وينهبوهم دول ويخنصروا منهم دول. ها أنا عارفة حوديهم فين بالظبط. وقد تم الإفراج عن الرهائن المصريين المختطفين في الصومال وعادوا سالمين إلى البلاد، وهذا بفضل الدبلوماسية المصرية الحكيمة. Thank you.
بقول يا نادي باشا، واحنا خلاص كده مش هنشوف حضرتك تاني؟ ازاي بقى؟ هتشوفوني طبعا، مش بقول هسيبكم. انا عندي شويه مدخرات، هعمل شركه سياحه وهنشتغل فيها كل يوم. انا معيش فلوس، حد يدفع؟ حاضر. طبعا حاضر. فلوس. بقولك يا كبير، ما نجري. يا ريس معلش، خد الساعة دي خليها عندك لغاية ما نجيب لك بقية الفلوس. ده كلام يا باشا؟ ما يصحش يا باشا الكلام ده يا باشا. معلش خليها، هنجيب لك الفلوس بكرة. بالهنا والشفا يا باشا، ليلتكم زي الفل، مع ألف سلامة. أنت راجل جميل. ربنا يخليك يا باشا، اتفضل. على السلامة. ألف سلامة. على السلامة. اتفضل.